بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. عندنا كلام كتير جدا النهاردة في مباريات كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا تخص النادي الأهلي وتخص كرة القدم المصرية. الحقيقة عندنا مباراة مهمة جدا جدا، ماتش بكرة أمام الداخلية. داخلية فريق من الفرق اللي بتنافس على ان هي تقعد في الدوري الممتاز، وبالتالي عندهم دوافع كثيره جدا جدا. بالمناسبه اللي قاعد اتفرج على البيت الكبير امبارح، انا اتكلمت مع حضراتكم وقلت انه هناك بعض المباريات لما بتقعد تتفرج عليها بتزهق. المباريات اللي هي ما بين فرق في وسط الجدول بتزهق، لانه محدش عنده دوافع، محدش من الفريق ده عنده دوافع ولا الفريق ده عنده دوافع. فلما تيجي تقعد تتفرج على المباراة تحس ان انت بتتفرج على تقسيمة في فرق ناشئين. فالمباريات اللي بدون دافع بتبقى مباريات صعبة وملهاش طعم. لازم انا كلعيب في الوقت ده، المدرب طبعا له دور مهم ودور كبير جدا، ولكن انا كلعيب لازم احط لنفسي الدافع الكبير اللي انا اقدر اقدي بيه، لانه مثل هذه المباريات الواحد بيزهق منها. ولكن في النهايه ما هي مباراه في الدوري لازم تقعد تتفرج عليها. في مباريات الدوري تقعد تتفرج عليها وانت عامل كده زهقان عايز الماتش يخلص، لانها مباريات قلت لك بدون اي دوافع. الحمد لله والشكر لله ده مش موجود في النادي الاهلي، ده موجود، ممكن يكون موجود فرق اخرى، ولكن في النادي الاهلي ما بتلاقيش مثل هذه الامور. عشان كده بقول لك ماتش الداخليه بكره ماتش مهم جدا جدا جدا، وانا ما بحبش نغمه اصل الثلاث نقط دول معانا. مفيش حاجه اسمها كده، ثلاث نقط مش معانا. مباراه صعبه ومباراه مهمه، والداخليه عامل تيم كويس او عاملين خمس ست مباريات الاخيره بشكل جيد جدا مع مديرهم الفني الجديد، او بقى له خمس ست ماتشات الحقيقه عامل معاهم شغل جيد كابتن عيد مرازيق. فمباراه صعبه هتكلم عنها بعد كده، ولكن الاول اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا. الفتره اللي احنا فيها دي بتشهد ادعاءات كثيره وكاذبه غير حقيقيه وبشكل غريب جدا. في ناس بتطلع تدعي المظلوميه وتحاول ان هي توجه الراي العام في اتجاه انهم فاقدين لحقوقهم، ولكن الحقيقه غير كده يا جماعه. معرفش ليه دلوقتي بشوف انه بعض البرامج الرياضيه لبعض من لا المقدمين بتوعها، بعض من لا يشجع النادي الاهلي، بتلاقيهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه واحده بس دلوقتي، بيوجهوا الراي العام ان النادي الاهلي هو اللي مبوظ كل حاجه، وهو اللي عامل كل حاجه وحشه، وكل حاجه بتحصل غلط فهي بتحصل عشان خاطر النادي الاهلي. في ناس بتطلع توجه في هذا الاتجاه، وان في نادي يا عيني مظلوم، او في انديه مظلومه وانديه كذا. انا بشوف ان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم الرد على كل هذه الامور ان الاهلي، اذا كنا بنتكلم عن الظلم التحكيمي فالاهلي اكتر نادي بيتعرض للظلم التحكيمي. واقدر اجيب لحضراتكم ايه اللي بيحصل. في المقابل الفرق المنافسه بتستفيد من اخطاء تحكيميه فجه. يعني ايه فجه؟ يعني واضحه، يعني لا تحتاج الى اي تعليق. ولو ركزنا هنلاقي النادي الاهلي بيخوض باقي مباريات الدوري، مباريات الدوري اللي معموله على السنه كلها النادي الاهلي بيعملها في شهر ونص. بيلعب النادي الاهلي في شهر ونص، لدرجه ان الفرقه بتلعب كل 72 ساعه مباراه. هل اللي انا بقوله ده في كلام غير صحيح؟ ابدا. لكن الناس طالعه تتكلم وتقول عراقيل، بتتحط عراقيل. وبعدين انا مش فارق معايا اللي عايز يقول حاجه يقولها، ولكن انت ليه بتحط اسم النادي الاهلي في موضوع؟ يا جماعه خلوا الاحترام متبادل وموجود. يعني ما هو في الاخر ما هو احنا مش هسكت. أنا هنا بتكلم في هذا الموضوع لأنه أنا مش هرد على حد بالمناسبة،
او ادخل في حاله جدال مع حد واسيب حد او ان انا بثبت حاله علشان التاريخ يفتكر اللحظه دي، لا لا خالص. لكن انا عايز اوجه رساله لكل الجماهير مش الاهلاويه بس، اوعوا تمشوا ورا الباحثين عن الترندات، وممكن يكونوا لسه صغيرين صغيرين والله، صغيرين سنا بقى، صغيرين اي حاجه، بلاش تصدقوا كل اللي بيتقال. يا جماعه تعبنا من المناوشات وزهقنا من الكلام الغير لطيف والكلام ده كله. كل اللي انا بطلبه انه لما حد يتكلم يقول الحقيقه كامله، ما يقولش نص الحقيقه ويجيب اسم الاهلي من بعيد او يستدعي اسم الاهلي من بعيد لمجرد ان انا بلاعب جماهيري، جماهيره هو يعني. حاجة الحقيقة مش طبيعية، مش طبيعية، وحاجة تخلي الواحد بيبقى يعني دايما. ولكن احنا عندنا سياسة، النادي الأهلي عنده سياسة، سياسة بيفكر فيها وبتبقى مطبقة على النادي كله. عشان كده تلاقي ان بعض البرامج اللي مش موجودة في قناة الأهلي وبتشتغل في قنوات أخرى يعني، تلاقيهم بقى يردوا بيقولوا ان هم احنا ماشيين سياسة النادي الأهلي إزاي وبنمشي فيها، ما لا نستطيع إن احنا نطلع بره سياسة النادي الأهلي. هو ده اللي اتعلمناه وهو ده اللي عارفينه، طول ما احنا موجودين في هذه القناة هنعمل كده. لكن لو الواحد بره يعني ما بتبقاش مضطر إن انت تمشي مع سياسة النادي، ولكن سياسة النادي ماشية في اتجاه الاحترام الدائم. بالمناسبة هي مش سياسة، هو ده الطبيعي اللي بيحصل داخل النادي الأهلي، احترام الجميع واحترام جميع المنافسين واحترام الجميع. ولكن يا جماعة من فضلكم، الناس اللي بتطلع تتكلم لا أحد يستدعي سيرة النادي الأهلي، من فضلكم عشان خاطري خليكم تكلموا عن النادي بتاعكم، تكلموا على أندية أخرى، ما تتكلموش عن النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده اللي يتكلم عنه، عنده متحدث رسمي، عنده مدير تنفيذي، عنده مدير مركز إعلامي، عنده 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 ناس كتير، عنده قناته تتكلم عنه. أنا بستغرب جدا جدا في ظل هذه الحالة المزاجية الرائعة للجميع ولكل كلنا بنطالب، يطلع واحد كده في النص يداعب جماهيره. فيداعب جماهيره بإيه؟ هات اسم الأهلي ودخله في جملة مفيدة وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. بصراحة موضوع مش لطيف، وانا شخصيا بشوف، ودي وجهة نظري الشخصية بالمناسبة بعيدا عن اي وجهات نظر اخرى، دي وجهة نظري الشخصية فقط، لانه اللي انا عارفه انه يجب ان يكون هناك احترام متبادل 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 ما بين الجميع. ارجع بقى تاني لماتش الداخليه، انا بس الكلمتين دول انا حبيت اقولهم لانه الناس ساعات بتقول لي اسلام يعني ما انت لازم ترد على فلان وعلى علان وعلى ترتان. بنرد، وعلى قد ما سياسه النادي بتتيح لينا ان احنا نرد. فمباراه ارجع بقى لمباراه الاهلي والداخليه، مباراه مهمه ان شاء الله بكره الساعه 7 على استاد القاهره ضمن مباريات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز. زي ما قلت لحضراتكم مباراة مهمة، مباراة صعبة لا بديل فيها عن حصد 3 نقاط من أجل الاستمرار نحو التقدم إلى صدارة الدوري الممتاز. وزي ما احنا عارفين الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، لسه عندنا 5 مباريات مؤجلة أو فاصلة بيننا وبين بيراميدز. بيراميدز متصدر ب 65 نقطة ولكن ب 26 مواجهة. مباراة يوم الخميس، مباراة بكرة إن شاء الله هتبقى مباراة صعبة جدا. وأنا بقول الحقيقة إن فريق الداخلية بالرغم من أنه في المركز الأخير وبرصيد 19 نقطة، ولكن صدقوني أنا في المقدمة قلت إن المباريات اللي في وسط الجدول دي بتبقى مباريات تزهق، لكن ما حدش عنده دافع. الداخلية عنده عايز أكسب الأهلي، ده الدافع الأكبر والأول، وعايز أخد 3 نقاط أوصل من 19 ل 22 لأنه ما زال هناك أمل للداخلية بأن هو يقعد في الدوري الممتاز. وأنا بشوف دايما أن مثل هذه المباريات مباريات صعبة جدا 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 جدا. بالعكس
ممكن لما تيجي تلاعب فرقه في وسط الجدول ما عندهاش اي طموح ولا عندها اي دوافع تبقى الماتشات سهله شويه او مش سهله. الفرق اللي بتبقى عندها دوافع بتموت نفسها وعايزه كل حاجه، عايزين الثلاثه نقاط ويكسب النادي الاهلي، ودفعه معنويه تكون كبيره جدا لو لا قدر الله حصل مثل هذه الامور. على الجانب الاخر النادي الاهلي عايز يكسب ثلاث نقط ويحافظ على مسيرته في الفوز في العشر مباريات الأخيرة. عشر مباريات أخيرة الحقيقة استطاع النادي الأهلي أن يفوز في العشر مباريات، إن شاء الله ربنا يكرمنا بال11 وال12 وال13 لغاية لما ينتهي جدول الدوري الممتاز. يمكن مارسيل كولر خلال أحد المؤتمرات الصحفية قال نفس الكلام، أن مواجهة الفرق اللي بتصارع على البقاء وتفادي الهبوط إلى القسم الثاني مواجهات صعبة جدا. الداخلية عنده مجموعة جيدة من اللاعبين اللي عندهم رغبة في تحقيق نتيجة إيجابية زي ما قلت لكم عشان تاخد ثلاث نقاط وتدعم موقف الفريق في البقاء. كمان مواجهة الفريقان اللي كانت في الدور الأول كانت صعبة جدا، اللي هي كانت من أسبوع أو 10 أيام، استطاع النادي الأهلي أن يحسمها في الوقت القاتل من المباراة بهدفين مقابل هدف عمرو السولية لما نزل على ما أتذكر، وده مؤشر يقول لك أن المباراة لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق، ولكن كلنا ثقة في رجال النادي الأهلي وقد إيه هم عارفين حجم المسؤولية وأهمية العودة لصدارة الدوري الممتاز والتتويج بهذا اللقب في نهاية المسابقة. طيب ناخد تقرير الأول. طيب خلينا نروح للنجم الكبير كابتن شطة. يا كابتن شطة منور ومشرف. يا كابتن اسلام والله يا كابتن شطة انا ببقى مبسوط لما بسمع صوتك مع انك ما بتكلمنيش يعني. والله انا شاحي شويه في اللقاءات التلفزيونيه عشان شغلي صراحه بتلاقيني مثلا في دمياط ومره في الغردقه ومره في المنصوره، فعشان كده يعني ما ببقاش متواجد. طب اسال علينا دايماً. اسال علينا أمرك. اسال علينا بس. والله انا متابعك، ده انا بشوفك بالليل والصبح. تشوفني مرتين ده كتير قوي يا كابتن، ده كده كتير قوي. لا سعداء جدا بوجودك معانا. يعني وجه سينمائي يعني ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا كابتن، احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. وبعدين انا بطمن عليك دايما من اخواتنا الصغيرين المديرين الاكاديميات اللي في كل الافرع يعني، ومطمنني الحمد لله عاملين شغل كبير جدا وشغل جامد جدا. والله مجهود كبير، انت عارف في الحر اللي يعني احنا فيه ده. الفكره اساسا بتاعت الاكاديميات دي وجود النادي الاهلي في اكثر من محافظه، صحيح، لانه في اكثر يعني 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 جمهور الاهلي ومشجعي الاهلي لهم حق علينا يعني، والله بتواجد في كل حته يعني اكثر من 24 اكاديميه، وده طبعا الحقيقه فلسفه مجلس الاداره، ونحن ما بنبصش على الماده بقدر ما بنبصش على مشاركه هؤلاء اللاعبين الصغار في بي 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 يعني بي بشعار النادي وتواجدهم في الاماكن ديت. والحقيقه يعني اقبال الحمد لله يعني اسم النادي الاهلي كبير، وانا سعيد جدا بان الحقيقه متواجدين في يمكن 80 او 90% من محافظات مصر كلها الحمد لله. الحمد لله في البدايات يعني في اول 4 5 ايام يعني كان معايا زميلنا عمرو الحلواني من اسبوع ولا من 10 ايام، سالته قال لي ان في اول 4 ايام بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله 700 800 أو أكتر شوية واحد متواجدين في أكاديمية النادي الأهلي في التجمع الخامس، وزيهم في زايد وزيهم هنا وزيهم هنا وزيهم هنا، يعني حاجة جميلة جدا. ومجهود الحقيقة كابتن شطة يعني الحمد لله إن حضرتك معانا عشان أهنيك على هذا المجهود الرائع. الله يخليك، أنت عارف إحنا يعني متربيين في النادي، يعني يعتبر دلوقتي إحنا يعني عجايز النادي دلوقتي. ربنا يديك الصحة يا كابتن. دلوقتي تبص كده تلاقي جيلنا ده دلوقتي الجيل الامين ربنا يديهم الصحه، يعني في منهم متواجدين. احنا يعني جيل السبعينات ده ان شاء الله ربنا يقدرنا ونحاول نعمل حاجه للنادي ان شاء الله في الفترات القادمه يا كابتن اسلام. لا يعني عاملين حاجه كويسه جدا، وانا دائم السؤال على الاكاديميات وظروف الاكاديميات. الحقيقه منذ تواجد كابتن شطه الامور مختلفه تماما 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 وبشكل احسن، وده موجود في العدد، يعني الاعداد كلما تزيد تعني النجاح، وكلما تزيد وكلما تزيد بالتدريب الرائع اللي موجود في كل مكان يا كابتن شط. السنه دي ان شاء الله ربنا يقدرنا نعمل حاجه. السنه اللي فاتت عدينا ال 11,000 لاعب في ال 24 اكاديميه، وانا من خلال المنصه هنا دلوقتي بقول لحضرتك ان انا الكره النسائيه اصبحت دلوقتي عندنا يعني الحقيقه في الثلاث افرع الكبيره قوي اللي هي
زايد ومدينة نصر والتجمع، عندنا حقيقة كرة نسائية أصبحت يعني جزء من الحقيقة كرة القدم. وبجانب دلوقتي خلاص بقى النادي الأهلي دخل في بطولات أفريقية، في مشاركات دوري كرة نسائية، يعني بنعد برضو كمان كوادر نسائية مدربات، وبنعد لاعبات عشان إن شاء الله قطاع الكرة النسائية برضو يعني يستفيد من الأكاديمية زي ما قطاع الناشئين بيستفيد من الأكاديمية، سواء إداريين سواء مدربين سواء أي حقيقة لاعبين. وإحنا سعداء جدا بأنه النادي الأهلي الآن أصبح له يعني باع كبير جدا في الكرة النسائية، وإن شاء الله يعني النادي الأهلي يلعب دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية إن شاء الله قريبا بإذن الله. يلعب وان شاء الله كالعاده دائما لا ننظر الى البطولات كمان، لا ننظر الا للمركز الاول دائما. كابتن شطة، كابتن شطة، النادي الاهلي الحمد لله بيؤدي بشكل جيد، الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بتؤدي بشكل جيد خلال الفتره الاخيره. اخر مباراه استطعت ان تفوز على طلائع الجيش برباعيه مقابل لا شيء باداء رائع، عندك بكره مباراه امام الداخليه. شايف طريقه لعب النادي الاهلي والأريحية اللي بيلعب بيها اللاعبين خلال المباراة الأخيرة، هل هنقدر نلعب كده بكرة والمباريات القادمة، ولا مع ضغط المباريات الأمور هتتغير؟ يا كابتن إسلام، ما فيش نادي في العالم يلعب بكمية المباريات دي، بطولات عالمية وبطولات أفريقية ودوري وسوبر وكاس سوبر محلي وسوبر أفريقي. أنا من كم يوم شاهدت برنامج واحد طلع كده بيعمل إحصائية بيقول لك ليه النادي الأهلي يعني زي النادي الأهلي زعلان عشان بلعب، عمل لي احصائيه كده من انديه في انديه من اسيا وانديه مش عارف ايه، الكلام ده ما يخش الدماغ. النادي الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام ماتش، صح؟ يعني عايز تقنعني دلوقتي النادي الاهلي من يوم ما بدا يشترك طول الموسم دلوقتي جاي تقول لي اصل في انديه لعبت وخلصت الدوري قبليه ومش عارف ايه، يعني النادي الاهلي يلعب كل يوم ماتش يعني ولا يعمل ايه؟ ما عارف شاب الدوري مضغوط، احصاءات لا قيمه لها ولا معنى لها. والله برافو عليك يا كابتن شطه، والله العظيم برافو عليك. طب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن، بما انك دخلت في هذه المنطقه، هو السؤال هنا، طيب لو مش النادي الاهلي اللي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، نادي اكس اللي وصل، هل كان مش كان هيتاجل له كل هذه المباريات؟ بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد. جاي دلوقتي انت يعني انت عايزني انا دلوقتي اسيب البطولات الافريقيه عشان العب الدوري المحلي؟ انا العب معاك الدوري المحلي، لكن انت بقى خلي جدولك مظبوط، وبعدين ما تجيش تضغط لي في شهر تلعبني 20 مباراه، ما ينفعش الكلام ده. فبالتالي انا بقول لك الحته دي ما يجيش حد يطلع يعمل احصائيه يقول لك ما الهلال مش عارف ايه لعب ولا مش عارف الفريق لعب، ما هيعمل ايه؟ الفريق الثاني كان بيلعب كل اربع خمس ايام ماتش، انا بلعب كل ثلاث ايام ماتش، طب اعمل ايه في الحاله دي؟ وبعدين انا حقيقه بحيي مستر كولر، بحييه تماما، راجل حقيقه في منتهى الذكاء ومنتهى الخبرات اللي تخلينا نحس احنا دلوقتي بنتعامل مع شخص يعني الحقيقه لا يأبه بمين يلعب ولا مين، عشان عنده حاجه اسمها هدف قدامه، كل لعيب بياخد حقه وكل لعيب بينزل في فتره معينه حاسبها له، وفي مرات حقيقه بيسيب لعيب ما يلعبوش عشان يدي فتره راحه اكبر، وده حقيقه دي معادله دي ولا الكمبيوتر يقدر يعملها. يعني الحقيقه انا بحييه انه ازاي بيحط التشكيل وازاي بيبص عليه، ده النادي الاهلي ما بيتمرنش، النادي الاهلي من الماتش يعني يا دوب يعني ريكريشن كده وحاجات كده بقى ايه خفيفه، وبعد كده مش عارف تكتيك بسيط وبعد كده يلعب وهكذا. فبالتالي يعني الاصلاح حتى والوقت اللي مسموح للمدرب عشان يجي مثلا يعمل اي حاجه فيه مش هيلاقي وقت، فبالتالي ما فيش حد بقى يقعد يضغط على النادي الاهلي ولا تسمعني النادي الاهلي واسمعني النادي الاهلي. النادي الاهلي بيحقق لمصر ولافريقيا كلها حاجات ما حصلتش في الدنيا كلها، فانا هي اتمنى انه الناس ما يعوزش يقول اسمعني النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتعب ايه. النادي الاهلي نادي بطولات، نادي بيخلق بطولات لمصر، وبعدين بيخلق لعيبه للمنتخب وللمنتخب الاولمبي وحتى الناشئين. فانا اتمنى انه الناس، امبارح بسمع برضه كمان في لقاء من غير ما اذكر اسمه، والنادي الاهلي لو كان مش عارف ايه عمل ايه، مش كانوا بقى اجلوا له مش عارف ايه، وكانوا مش عارف عملوا له ايه، وكانوا حلوا لجنه الحكام لو النادي الاهلي طلب. النادي الاهلي طول عمره بيطلب وبكون في مواقف يعني مهمه جدا لاصلاح الكره المصريه، ومع ذلك عمره ما طلب انه يعني ينسحب. فبالتالي ما مش عايزين نتكلم يقارن النادي الاهلي بامور تدخله في النادي الاهلي ليس طرف فيها. فبالتالي يعني انا اتمنى انه الحقيقه الدوري صعب جدا، النادي الاهلي بيخوضه بشكل صعب جدا، والحمد لله انه نتائجنا ماشيه كويس. ما فيش حد في الدنيا قالوا لي 20 مباراه يا شهر ونص في 47 يوم. كم مباراه؟ 18 كم يا جماعه قولوا لي؟ 15 16 مباراه، 16 مباراه في 45 يوم.
هسيبها ثلاث، اذا كان 3 في 16 ب 48 8 يعني، ما هي 48 يعني 47 يوم تقريبا. ما انا بقول لحضرتك معناها اليوم الثالث بتلعبه اذا كان او الرابع، يعني معناها انت اساسا. وبعدين يقول لك ايه يا كابتن شطه، النادي الاهلي مش مضغوط، احنا يعني في فرق ثانيه تقول لك احنا اللي مضغوطين. اول انت ما سمعتش الكلام يعني، والله انا بسمع يعني انت مضغوط في للاسف الشديد في 10 ايام، لكن انت مضغوط في 50 يوم. صحيح صحيح. وبعدين لا يقول لك احنا مش زي يا جماعه، ما انجلترا بتبقى مضغوط، البوكسنج دي ده بيبقى لمده اسبوع او 10 ايام وبعدين بيرجع يلعب مباراه كل اسبوع، لكن انت البوكسنج دي بالنسبه لك شهرين او 48 يوم. يعني انا رايته انا 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 يعني نفسي، انا كنت في الاتحاد الافريقي 20 سنه طبعا، يعني كنت بتابع الحقيقه بتابع المباريات الافريقيه كلها. يعني النادي الاهلي عشان تواجده في كل المحافل وتواجده في ماتشات صعبه جدا وبيلعب مبارياته، وبعد كده دلوقتي يعني بيرجع من الماتش الاوليه الماتش الخارجي يجي ثالث يوم ولا رابع يوم بيلعب، يعني كمان فيها فتره سفر. فيا جماعه يعني النادي الاهلي ما يلعبش بطولات افريقيه، يعني النادي الاهلي ما يمثلش مصر في المحافل الدوليه، نعمل ايه طيب؟ فاتمنى انه بس يكون في نوع من التقدير ونسمع كلمه حلوه للنادي الاهلي عن النادي الاهلي، مش كلها يعني كلها اسمعنا انتقادات والنادي الاهلي فوق الانديه كلها. النادي الاهلي نادي يعني ملك مصر، والنادي الاهلي ملك جمهوره، النادي الاهلي بيحاول يعمل اللي يقدر عليه بدون اي شوشره. اديك شايف النادي الاهلي صامد ازاي وصل الاحداث دي، ولا طلع ده حضرتك انت عارف ان النادي الاهلي بيحاسب على صمته؟ يعني يقول لك اصل يعني النادي الاهلي ورا حاجات بتحصل، لكن النادي الاهلي حتى في صمته بيتم حسابه. يعني انت مواضيع مالكش دعوه بيها ولا ليك علاقه بيها وما بتدخلش نفسك بيها ولا من قريب ولا من بعيد، وتلاقي نفسك بتتحاسب برضه. ما خلاص انت دلوقتي في كل جمله مفيده لازم تحط اسم النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني الحقيقه نحيي مجلس ادارته كابتن محمود الخطيب والناس اللي حياه والاجيال السابقه كلها ماشيين على وتيره واحده. لا انت قدامك حاجه ده هدفك قدامك، لا تابها بما يحدث يعني حواليك الا اذا كانت هناك امور تمس يعني سمعه النادي او تمس حاجه تخص النادي بشكل مباشر، لكن الحاجات دي كلها حوالينا. يعني النادي الاهلي الحمد لله الكبير كبير يا كابتن اسلام، ونحن سعداء جدا انه النادي الاهلي يعني بتقوده يعني مجلس اداره يعني خبرات كبيره جدا موجوده وكلهم ابناء النادي، ودي حاجه الواحد سعيد جدا بها انه يعني متواجد في نادي بالشكل دوت، وفخر لنا كلنا وفخر لمصر وفخر للعرب كمان. واتمنى انه بس الامور تهدأ شويه ومحدش بقى ايه يقول النادي الاهلي والنادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله عنده هدف، مدربه عنده هدف، اللاعبين عندهم هدف، وان شاء الله نحن باذن الله مثل الداخليه ده يكون في برضه بعض اراحه بعض اللاعبين ويكون في نوع من عايز اسمع رؤيتك الفنيه لماتش الداخليه. يعني حضرتك مع اولا اراحه بعض اللاعبين، ثانيا تغيير في التشكيل؟ لا بص يا ما يريحش عشان ايه يريحهم؟ أيوة. يحط التشكيل القوي اللي يبدا بالمباراه عشان يخلي المباراه ما تبقاش فيها مشاكل كثيره. صحيح. التغييرات هي ممكن تكون في مصلحه النادي الاهلي مع الوقت، لكن انا لازم العب بقوتي الضاربه. انا عندي عناصر كثيره جدا تستطيع انها تتواجد، لانه عندي سكواد وفرقه تتكون من 25 لاعب، اغلبهم اقل واحد لعب 10 مباريات او 12 مباراه. فانا بقول انه النادي الاهلي لازم يلعب بتشكيل قوي جدا، عنده دفاع حقيقه كويس وعنده لعيبه في الدفاع يقدر يغير، عنده في الخط ده خط الدفاع ده عنده من 6 ل7 لاعبين كلهم جاهزين، وعند خط الوسط ما شاء الله عنده من 6 ل7 لاعبين. فاتمنى بس انه يكون بقى في يعني اللاعبين حقيقه يبداوا مباريات بجديه، يعني عندهم خبرات كبيره، توزع مجهودك بشكل كويس عشان الاصابات برضه. وبعد كده ان شاء الله انا متاكد ان النادي الاهلي من خلال يعني رؤيته للمباراه وتشكيله هيكون ان شاء الله يعني تشكيل جيد. وبعدين المباراه محتاجه بقى عايزين عناصر بقى انه كل واحد يحاول يبذل اقصى ما عنده عشان البدائل موجوده، 5 بدائل موجوده، فمحدش يبقى بحاجه في الفتره اللي بيلعبها ان شاء الله. ربنا يوفقنا يا رب بكره في المباراه يا كابتن شطه. يعني لو عايز تقول للعيبه حاجه من خلال البيت الكبير تقول لهم ايه؟ اقول لهم انتوا بصراحه ربنا ابطال، ابطال ما فيش في الدنيا. انا كنت بلعب زمان وكلنا ما فيش مره لعبنا مثلا في الاسبوع ماتشين نادرا. انت بتلعب في الاسبوع ممكن 3 مباريات، تلعب سبت، تلعب ثلاث، تلعب جمعه. يعني حقيقه يعني انا بقول لكم انا بشفق عليكم، لكن انتوا رجاله، انتوا ابطال، فبالتالي
خليكوا دايما قدر المسؤوليه، ولما بيصيب النادي زينا كده ما بتلعبش هتعرف قد ايه قيمتك فيه حقيقي. وانت عملت له ايه، ودي حاجه هتسعدك بعد ما تبطل ان شاء الله. تكون حريص على انك انت تحاول ان تبذل اقصى ما عندك، لانك انت الحقيقه في وضع صعب جدا وتبذل اقصى ما عندك. فيا ريت تركز في الفتره القادمه دي كلها عباره عن شهر باذن الله عشان الموضوع يحسن تماما. ولو النادي الاهلي ان شاء الله، وده طبعا بالتاكيد ان شاء الله، يعني انه النادي الاهلي يحقق هذه البطوله تبقى اصعب بطوله دوري يمكن على مر التاريخ. حقيقي ده انا حقيقه رايي، يعني رايي في الحته دي. لا بطولة صعبه جدا جدا. اتمنى للاعبين التوفيق، واتمنى للجهاز الفني ولكل الناس وجمهوره. طبعا الجمهور الحقيقه حامل حمى، الجمهور ده يعني سلاح قوي جدا لينا طبعا. ان شاء الله يكونوا متواجدين بكره بشكل ايجابي، ونبارك لبعض بكره يا كابتن اسلام ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن شط على وجود حضرتك معانا، ويعني دايما بنستمتع بوجودك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شط مدير الاكاديميات في النادي الاهلي. عندنا اكاديميات للسيدات دلوقتي في ثلاث فروع زي ما حضر، او ثلاث مقرات زي ما حضراتكم شفتوا. اي بنت عايزه تلعب داخل النادي الاهلي وتجد في نفسها القدره على اللعب للنادي الاهلي تروح هنا وهنا وهنا، ان شاء الله يتم اعدادها للتواجد في قطاع الناشئين او القطاع الناشئات في النادي الاهلي بقى في كره القدم خلال المرحله القادمه. المشرف عليه طبعا نجم كبير كابتن شادي محمد نجم النادي الاهلي السابق. طيب خلينا نطلع فاصل نشوف اخر استعدادات النادي الاهلي وتحضيراته للقاء الداخليه غدا ان شاء الله، ربنا يكرمنا بالثلاثه نقاط. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. وانا قاعد بتصفح دلوقتي ببص على الاخبار، شفت صورة لواحد من المشجعين في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة اللي شغالة في المباريات الأولى، قاعد عامل يعني نايم على بتاع كده ونايم، قاعد عامل كده. افتكرت الكلام اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم في أول الحلقة، إن هو لازم اللعيبة يا جماعة، أنا هنا بكلم لعيبة الأندية في مصر وفي الدنيا كلها اللي شايفنا يعني منهم، يا جماعة لازم يبقى عندك طموح جواك أو عندك رغبة جواك إن أنت تعمل حاجة حتى لنفسك. في ماتشات، والله في ماتشات الواحد هو قاعد بيتفرج، ايه يا جماعه ده الواحد بكرشه يطلع يلعب عادي. يعني الواحد بيقعد يقول كده من كتر ما الواحد بيتفرج على كوره صعبه قوي. حطوا لنفسكم دوافع بعيدا عن الاهلي، يعني حطوا لنفسكم دوافع. انا بقول كده لان انا اتفرجت على خمس ست ماتشات اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول، واقول لا دلوقتي الماتش هيبقى احلى. خمس دقايق حتى في الماتش يبقوا كويسين، مفيش. الماتش كله زي الراجل ما عامل كده نايم نايم وواقع من حاجه كده صعبه جدا. إيه انت بتلعب عشان تمتع الناس اللي بتتفرج، وبتلعب عشان حاجات كتيره جدا جدا، عشان حتى لكل مجتهد النصيب. ربنا دايما بيشوف المجتهد وبيديله نصيبه، فحاولوا تتعبوا شويه في الملعب. انا عارف ان الساعه 4 ده بصراحه وقت صعب جدا 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 لأقصى درجة، ولكن على قد ما نقدر بنقول يعني، لأنه للواحد بيشوفه ده صعب جدا. النهاردة عندي خبر خاص بقرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. هذه القرعة اللي هتستضيفها، هذه البطولة اللي هتستضيفها المغرب الشقيق خلال الفترة من 21 ديسمبر كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2025 حتى 18 يناير 2026. من المقرر أن تسحب قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بكرة الساعة 3:30 في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. إن شاء الله منتخبنا الوطني يتواجد في التصنيف الأول لقرعة التصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. التصنيف الأول المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا، ومنتخب تونس، منتخب الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب افريقيا، الكونغو الديمقراطيه، وغانا. دول منتخبات التصنيف الاول. اذا المنتخبات اللي حواليك دول مش هتلعبهم. طيب منتخبات التصنيف الثاني، الراس الاخضر، بوركينا، غينيا، الجابون، غينيا الاستوائيه، زامبيا، بنين، انغولا، اوغندا، ناميبيا، موزمبيق، ومدغشقر.
التصنيف الثالث كينيا وموريتانيا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، سيراليون، ملاوي، وأفريقيا الوسطى. التصنيف الرابع والأخير النيجر، زيمبابوي، رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، إثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، وإسواتيني، وجنوب السودان، وتشاد. سيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي، تشاد وإسواتيني وليبيريا وجنوب السودان، إلى 12 مجموعة. تضم كل مجموعة أربع فرق للتنافس على أماكن في المباريات أو في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في إفريقيا، كأس الأمم الإفريقية في المغرب 2025. ده يعني شرح سريع جدا للي بيحصل في التصفيات. طيب خلينا نروح لواحد من نجوم النادي الأهلي الكبار، النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم. يا أبو مسلم ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن إسلام، عامل إيه؟ عامل إيه؟ وحشني جدا حبيبي. وأنت كمان إيش؟ مش باين دور. مش باين، مختفي أنت، مش عايز تجي لنا يوم ولا إيه؟ لا خالص، على عينيا، ده بيتك يا كابتن، عينيا. تنور. أه طبعا ده بيتك وتنور أي وقت فيه طبعا. حبيبي ربنا يخليك. خليني بس أسألك على أداء النادي الأهلي من وجهة نظرك خلال المرحلة الأخيرة، هل شايف الأداء جيد خصوصا بعد 10 انتصارات متتالية؟ أكيد طبعا يا كابتن إسلام، الفترة اللي فاتت النادي الأهلي بيأدي أداء جيد جدا، بالدليل أنت آخر ماتشات بتكسب 4 وبتكسب 3، بتكسب مكسب كويس، ومش مكسب بس، أنت بتكسب بأداء مميز كمان. وخلي بالك كولر كمان بيعمل روتيشن بشكل مميز، إحنا شايفين النهاردة ما عندناش اختلاف، شفنا الثنائي ابتدى يرجع بشكل مميز جدا. بتتكلم على رجوع مؤثر جدا النادي الاهلي، الي ديانج رجع تاني للمستوى المعروف اللي بتتكلم عليه، وسام ابو علي رجع تاني بعد الاصابه اللي كانت موجوده في المنتخب، مع المنتخب الفلسطيني ما كان موجود. فانت بتتكلم في لعيبه كتير بقى لها فتره ما كانتش بتلعب بشكل اساسي. صحيح. بنشوف مثلا على فترات محمد هاني ابتدى ياخد جزء من الراحه اللي انت كنت بتتكلم فيها. فشايفين مثلا التاقلم بقى اعلى شويه لكريم فؤاد تحت الشمال اللي احنا كان عندنا مشكله فيها بعد غياب علي معلول طبعا. فانا شايف النادي الاهلي المميزات كبيره جدا، في ضغوط مباريات كانت الفتره اللي فاتت اللي هي التاجيلات في ظل الظروف اللي احنا شايفينها والاحداث واللي شايفينها الفتره دي كلها، النادي الاهلي ثابت مستوى، ثابت اداؤه بشكل مميز جدا في اداء، انا شايفه اللي هو لحد دلوقتي مطمن بشكل كبير، بالذات انت عملت ضغوط على الفرق الثانيه اللي هي بتحاول تنافس معاك من اول. الاهلي بيكسب بتلاقي الدنيا كلها ابتدت تحاول تعمل اي مشكله عشان الاهلي يبقى يتكعبل في النتائج، بس الحمد لله النادي الاهلي ما تاثرش بالكلام ده كله. طيب اداء جيد خلال الفتره الاخيره، من وجهه نظرك هل عدم لعب مباراه الزمالك وانسحاب نادي الزمالك من امام النادي الاهلي في مباراته قد هيفرق مع النادي الاهلي ايجابيا خلال المرحله اللي جايه، ولا هي في المباراه بتاعه الجيش فقط؟ لا بالذات، بالعكس، انا لسه هقول لك كمان، ده احنا بنذكر نادي الزمالك الفتره دي، خلي بالك انت بتتكلم النادي الاهلي كان جاي يعني كان في فتره ارهاق بشكل كبير جدا، وانت عارف مباريات القمه بيكون فيها اداء الضعف، الجري والمجهود والتحمل. صحيح. فده كله لما النادي الاهلي بناخد 3 بونت في راحه، اللعيبه كلها كانت محتاجاها الفتره اللي فاتت، فدي حاجه جميله جدا. احنا نتمنى ان شاء الله على طول السنه كلها تبقى زمالك. انت بتتكلم طبعا ان شاء الله، يعني نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه الدنيا تبقى، يعني انا شايف النادي الاهلي اكيد ركز في بطوله الدوري. بعيدا عن كل ده انا عايز اسال بس، هل ده هيفرق في ماتش الجيش فقط ولا يفرق مثلا اسبوع 10 ايام؟ لا هيفرق، خلي بالك يا كابتن اسلام، في كتير في 10 ايام، خلي بالك انت بتتكلم. أيوة. في لعيبه الفتره اللي فاتت، يعني انا اديك مثلا صغير كده، عبد المنعم كان فتره مطحون فيها، بتتكلم على محمد هاني مطحون في المنتخب ويعني وصل للمرحله خلاص مفيش راحه، فمحمد هاني كان برضك مؤثر مع المنتخب ومع النادي الاهلي. بتتكلم مثلا امام بعد الفتره كان فيها اصابه وبدا ياخد كيرف على عالي، تلاقي نفس الفتره اللي فاتت حصل فيه دروب، صح ولا غلط؟ مظبوط. فده طبيعي عشان فتره الاصابه، الفتره اللي خد المخزون البدني بتاعه ابتدى يقل، فده طبيعي في كره القدم، طبيعي ان انت تاخد فتره بتعلى تاني وتوصل للتوب فورم وبعد كده تبتدي تنزل الكيرف، يعني تفضل الراحه بتاعتك. وانا مبسوط اللي كولر دلوقتي ابتدى يعني نوعا ما يريح اللعيبه اللي هي عندها مشاكل، اللي كان عندها الفتره اللي فاتت اصابات عندها فيها تحمل كبير جدا. وانت خلي بالك لو جينا نتكلم الاصابه بتاعت علي معلول يا كابتن، هي خلي بالك ممكن تبقى حمل زايد،
عشان تبقى انت فاهم بره في الموضوع. يعني من ضمن الاصابات بتاعته ممكن حمل زايد ان هو زي ما احنا شايفين الراجل بيلعب. لا يعني حمل لعب مباريات كتير يعني. ايوه ما انا بقول لك حمل زايد مش في التمرينات اهو. اصل حمل زايد ده تمرين. لا لا خالص يا حبيبي، انا بقول لك حمل بدني، احنا بنتكلم في الماتشات التمارين خلاص، احنا بنتكلم النادي الاهلي بيتمرن تمرينات خفيفه جدا. ما بيتمرنش اساسا بالظبط. قعدت الشفاء حاجات بسيطه يعني، الناس كلها اللي بتنزل اللي ما لعبتش اللي هي الماتش بتلعب تقسيمه صغيره، والناس الثانيه بتعمل عادي شفاء وبتعمل تكتيك وخلاص. من انا بكلمك علي استهلاك لا استهلك بشكل كبير جدا، فعشان كده احنا نتمنى يكون في مواعيد محدده، مش كل ما يحصل اي دربكه لاي فرقه يجي يقول لك لا احنا لازم الناس تلعب مؤجلات الاول. طب ما انت بتلعب بقالك خمس ماتشات او ست ماتشات يعني، انت جاي تلعب ما تتكلم على شوف نتائجك الاول، نتمنى الفرقه كلها عشان الدوري يستمر بشكل كويس الناس كلها تركز او تبص فرقتها كابتن اسلام، مش كل شويه صحيح. انت حاطط يعني ده بطل افريقيا، انت ما تقارنش نفسك بطل افريقيا، فلازم يكون في يعني في استوعاب او ناس بتفكر في صالح الكره المصريه. صحيح. طيب برضو كابتن ابو مسلم، في ظل هذه الضغطه الكبيره جدا جدا اللي احنا شايفينها للنادي الاهلي، وفي ظل يعني مطالبات البعض ان الفتره اللي جايه دي ان الدوري ينتهي قبل كده كمان، يعني هل نقدر نضغط نفسنا اكتر من كده؟ هنلعب يعني يوم ويوم كده. مش عارف. ما انا برضو والله ابو مسلم الواحد بيسمع حاجات غريبه جدا. انا شايف دلوقتي، ما انت خلي بالك طول ما النادي الاهلي رجع تاني للطريق الصحيح وخلص البطوله الافريقيه، انت قبل البطوله الافريقيه كابتن سامح كان حد بيتكلم؟ ما كانش حد بيتكلم. صحيح. لما النادي الاهلي خد البطوله الافريقيه ابتدت الموضوع النغمه تبتدي لاجهاد، وناس قالت لك في الاعلام احنا بقى لنا من ساعه موسم الكورونا خلصانه من امتى يا كابتن اسلام؟ الكورونا بقى لها مثلا بتاع بقى لها اربع مواسم ولا ثلاث مواسم. صحيح. طب ثلاث مواسم لسه لحد دلوقتي المكنه شغاله، يعني لسه احنا متعاملين لحد دلوقتي. فانا بتكلم لازم يكون برضك في احترافيه وفي عقليه في الكلام. احنا بنتكلم دلوقتي انا شايف في منابر كتير جدا عماله تطلع تتكلم وبتتكلم في النادي الاهلي لا ازاي وانا بلعب ازاي قبليه وهو بيلعب ازاي. طب ما انت بقالك فتره بتلعب وانت نتائجك وحشه. فانت دلوقتي ما تجيبش النادي الاهلي او افترف في مشكلتك مع اتحاد الكره المصري. ده اللي انا شايفه او مقتنع. احنا بنتكلم في خلل ما عندناش مشكله، بس الخلل على الناس كلها في الحكام. برافو عليك، هو الخلل على الناس كلها مش على النادي الاهلي بس، ومش النادي الاهلي هو السبب فيه بس. وخلي بالك كابتن اسلام في فرق ثانيه استفادت من الخلل ده 100%، يعني لو مشيت مظبوطه انت هتلاقي نفسك بتتعادل، في فرق بتتعادل كل ماتش. ما عندهاش اللعيبه اللي تقدر السوبر تقدر تعمل لها الفارق. صح. فانا بكلمك عندنا خلل، عندنا خلل في التحكيم، منظومه التحكيم كلها فيها خلل. الاول بص وبتتكلم لو كان فيريرا دوت ولا كلينبرج الاثنين كانوا ماسكين في الدوري اليوناني يا كابتن اسلام مع بعض هما الاثنين وفشلوا ومشوهم، احنا جبناهم تاني ليه؟ يعني واحد سبق واحد. صحيح. فانا بتكلم صح. لازم لما انا اكون انا مقتنع بحد هجيبه اشوفه هو اول البلان بتاعته اللي كان شغال قبل كده في النادي كان عامل ازاي؟ او في المواسم الفرق الثانيه عامله ازاي؟ فاحنا بنتكلم لو كان التحكيم المصري احنا بنتكلم في كلتا الحالات ما كانش هيحصل المشكله احنا فيها كبيره دي. فاحنا بنتكلم في تحكيم في احنا بنتكلم على المواعيد الماتشات. هو انت دلوقتي ما تضغطش على اتحاد الكوره عشان يضغط على النادي الاهلي لما بيطلع قرار هو درسه 1000%. فنتمنى الناس اللي هي بتحاول تطلع قرارات هي مش درسها مش قانونيه تبقى تبتدي تتكلم عن نفس على فرقتك، بس ما ينفعش تتكلم على فرقه خصم او تتكلم على نادي القرار. انا معاك في هذا وانا ده اللي انا بطلبه. ليه دائما البعض بيحاول ان يستدعي اسم النادي الاهلي في اي كلام انت بتقوله؟ دافع عن ناديك وموت نفسك في دفاعك عن ناديك، ولكن لا تستدعي اسم النادي الاهلي. هي دي النقطه بالنسبه لي اللي بتمثل علامه استفهام كبيره جدا. انا على فكره كابتن اسلام انا عايز اقول لك نقطه. اتفضل. هو انت مش عيب تدور على حقك. برافو عليك يا ابو مسلم، برافو عليك. على فكره احنا بنتكلم وحضرتك وانا وهنا 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 اتعودنا على ايه؟ ان احنا لما بنتكلم بندافع عن النادي الاهلي وما بنجيبش سيره حد تاني. بس كده. هو زي ما انا بقول الكلمه كده بقول له بص في ورقتك، انت تبص في الورقه بتاعتك، انت اطلب حقك، اطلب حقك وانت شايف ان انت مظلوم. صحيح. تطلب حقك في ظل اللوائح، في ظل الشروط اللي انت وافقت عليها ولعبت عليها. ما ينفعش لما يحصل لي خلل في ماتش او ماتشين اقول لك انا من اول، والناس اللي تطلع بقى البرامج الزملكاوي والبرامج مش عارف يقول لك احنا قلنا من ايام الكورونا. الكورونا دي يا جماعه احنا الكورونا بقى لنا ثلاث سنين ولا اربع سنين الدوري شغال. فانا بنتكلم لازم دلوقتي الناس يبقى عندها عقليه وعندها عقل وعندها. احنا بقى لنا كتير اتاخرنا كابتن اسلام، احنا بنتكلم ان احنا عندنا يعني الدوري بتاعنا بعد ما كان اقوى دوري في افريقيا الموضوع بقى فيه مشكله دلوقتي. صحيح. عندك مشكله كبيره. احنا وصلنا لمرحله اللي احنا بنجيب الحكام مش عارفين الفرقه هتلعب خصم يلعب ولا لا، والناس تقدر تقول لي الحلول ايه يا كابتن ابو مسلم في ظل الكلام اللي اصل انت بتفتح موضوع كبير جدا انا عارف ويحتاج لحلقه و2 و10، ولكن الحلول ايه الحل الجذري
اللي نقدر نتكلم فيه، حاجه حتى لو بسيطه لغايه لما تجينا في حلقه نقدر نناقش هذا الامر، لان احنا بنتكلم عن حياتنا، انا حياتي في كره القدم وفي الرياضه، حضرتك حياتك في كره القدم وفي الرياضه، ممكن النهارده ما تبقاش في النادي، بكره تبقى موجود هنا، بعده تبقى هنا، ولكن الرياضه هي حياتنا. بص يا كابتن اسلام، لو جينا نتكلم عن الحلول هي عايزه قعده طويله زي ما انا بتكلم. صحيح صحيح، بس احنا بنتكلم حلول سريعه على ارض الواقع. انا ما عنديش حد يشتغل او راجل محترف في منظومه كره القدم يشتغل حاجه اسمها تطوعي. برافو عليك والله، برافو عليك يا ابو مسلم، لان الناس بتفتكر ان التطوع ده وبيتجبى عليك. انا مش عايز حد يتجبى عليا، انا مش عايز حد تطوع. انت تيجي تاخد، انت هتيجي تشتغل، خد مقابل، انا ما عنديش مشكله، وطلب اللي انت عايزه. برافو عليك. انا اتمنى تكون مسابقه ليها شروط، انت يكون عندك بلان المنتخب هيلعب امتى، عندك منتخب اوروبا هيلعب امتى، منتخب شباب هيلعب امتى، عندك بلان موجود للناس كلها شغاله عليه. ما ينفعش يوم وليله اي فرقه تلعب في افريقيا، انت عارف النادي الاهلي هيلعب في افريقيا، النادي الزمالك هيلعب في افريقيا، بيراميدز هيلعب او بنتكلم على بيراميدز وفيوتشر مودرن سبورت قصدي. طيب انت لازم تحط لهم الجدول من كذا لكذا، هيشتغلوا من يوم كذا، هيبقى في سفر كذا هيلعبوا. امال احنا كابتن اسلام عاملين القايمه 30 لعيب ليه؟ عشان ايه؟ عشان مثلا 15 لعيب هم اللي بيعملوا روتيشن والناس الثانيه ما تلعبش. بس لازم تشتغل، يكون عندك نظام، لازم يكون عندك منظومه تحكيم قادره ان انت تعدي الحاجات دي كلها. المدربين يعني الحكام يشتغلوا، الكوبر يشتغلوا، الحاجات دي كلها لازم في شغل يشتغل. احنا الفار نقام العثمانيين يا كابتن اسلام اللي شغالين عليه، احنا بنقعد مثلا على الفار نقعد 4 دقايق 5 دقايق في اوروبا الموضوع بيشتغل. انت فاهم الموضوع ازاي؟ لا ده انت اتفرجت على ماتش الاتحاد والداخليه؟ ايوه اتفرجت يا كابتن. شفت اتفضل. خلي بالك الحكم ده، في حكم، الحكم بيتخانق مع بتاع الفار، انا مش عارف هو مين، غندور ولا مين، كان بيتخانق مع بتاع الفار عشان الكره قال له ضربه جزاء، هو مش عايز يحسبها ضربه جزاء. فاحنا بنتكلم ان اختصاصات فيها تضارب موجوده بشكل كبير جدا. انا بكلمك عايز تعمل مسابقه قويه، يبقى انت لازم من اول الالف للياء اشتغل راجل بروفيشنال، حط الجوائل، حط يعني البلان بتاعتك الموجود. لو جيت اسالك يا كابتن اسلام، هو البلان الكره المصريه ايه؟ محدش عارف لحد المنتخب الاول حتى مثلا لما جينا نتكلم احنا نوصل امتى، يعني احنا ناخد افريقيا، نوصل كاس العالم، مفيش الكلام ده. انت فاهم الموضوع ده، احنا ماشيين كده، احنا ايه كل يوم احنا حظنا بقى النهارده اللي حصل مشكله نحط النادي الاهلي، ما حصلش مشكله الدوري ماشي زي ما هو ماشي. فده اللي احنا بنتكلم فيه. نتمنى الناس تشتغل او الناس اللي بتدير كره القدم اسلام بيكون مش عيب هو بس مش مارس، احنا بنتكلم هو مارس بس. صحيح. عندك ناس اقوياء جدا في الاداره قبل كده كانوا موجودين، اللي هو الدشور حرب، راجل كان قوي جدا، ربنا يديله الصحه. صحيح، ربنا يديله الصحه. فانت بتتكلم في ناس مسكت اتحاد الكوره عندها بلان، بتعمل منتخب قوي شباب واولمبي اول، مش المجاملات اللي احنا بنشوفها. صحيح، نتمنى يا رب كل التوفيق. اخيرا رؤيتك بكره الماتش الداخليه ايه؟ اكيد ماتش صعب جدا على النادي الاهلي، بالذات انت بتلعب خصم هو نادي الداخليه ما عندوش اي، غير نتكلم في لغه الكوره، هو ما عندوش اي طموح، عايز يمسك في الدوري الممتاز بيده واسنانه. وكابتن عيد مناديق ابتدى بيعمل دفاع بشكل كبير جدا. وهو الفتره بقى له فتره حتى بيتغلب معدل التهديف اللي موجود في النادي الداخليه قليل، يعني واحد يغلب واحد يغلب اثنين، فهي عنده استموات عشان يبقى موجود في الدوري، بس الامكانيات هتبقى ضعيفه النادي الداخليه. صحيح. النادي الاهلي بكره يضغط، والنادي الاهلي ما يكسب، وده وان شاء الله يكسب مبلغ يعني بقى كذا هدف بشكل كويس، عشان طول ما النادي الاهلي يا كابتن اسلام في المقدمه الناس كلها بتقلع، الناس كلها رجليها بتوجعها لغه الكوره. صحيح. فالناس كلها بتشوف النادي الاهلي بيكسب، بتعمل ضغط على المنافسين. صحيح. ما انا بقول لك الناس بقول لك يا كابتن اسلام للاسف هنا في مصر، يعني انا في فرقه مثلا هي متصدره الدوري بس عينيها في النادي الاهلي، طب ما انت على ارض الواقع اكسب، انت مالكش دعوه بحد. فانا بكلمك لا، هو ده كده، ده النادي الاهلي مثل اعلى، الناس كلها بتحاول تقلد النادي الاهلي. فنتمنى لو كان النادي الاهلي بكره ان شاء الله مكسب كويس يقدر يعمل ضغوط بقى في كل حاجه، بقى هتلاقي المنظومه كل ما النادي الاهلي بيقرب هتلاقي المنظومه كلها فيها اتجاه للدوري يتلغي. لا دي قصه ثانيه بقى. أيوة. ومن سيقبل بهذا الامر يعني؟ انا بقول لك وانا بقول لك كابتن اسلام ده حدث، ده الفتره اللي جايه اللي هتسمعه، يعني البلان الفتره اللي جايه اللي تبتدي الناس اللي هتبتدي البرامج الرياضيه تبتدي تعمل لك المنتخب الاولمبي ولازم الدنيا تتغير ومش عايزين يودوا مصلحه المنتخب مصلحه الكلام دوت، فالفتره اللي جايه هتلاقي دي البالون اللي طالع الفتره الجايه بقول لك دلوقتي. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم، نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني، وكلام مهم جدا الحقيقه. انا مش عايز حد صحيح على راي ابو مسلم يطلع يقول لي الله انا شغال متطوع، ما تشتغلش متطوع، ما تحط يا جماعه لكل حاجه، لكل اللجان اللي موجوده في اتحاد كره القدم، ما اعرفش هل القانون بيسمح في اتحاد كره القدم او ان الاعضاء حتى يكونوا حتى لو امور رمزيه، ولكن في النهايه انا مش عايز حد يطلع يتجبى عليا ويقول لي
اصل انا بشتغل لك يعني متطوع. يا عم انا مش عايز حد يشتغل متطوع، انا عايز حد بروفيشنال يجي ياخد مني كويس ويمشي لي مثلا اموري لجنه الحكام دي بشكل زي اللي بيحصل زي بريرا. عايز حد في اللجنه الفلانيه بيعمل نفس الكلام. فعشان كده بقول لحضراتكم مهم جدا الكلام ده، وان شاء الله هنفتحه بس مفيش وقت، يعني كلها دايما مباريات ورا بعض خلال المرحله القادمه. النهارده ايضا الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اعلن عن اقامه النسخه الثانيه من دوري السوبر الافريقي، وتم الاعلان طبعا بشكل رسمي. حصل على اللقب الاول فريق سان داونز على حساب الوداد المغربي، زي ما حضراتكم عارفين اتغلبنا السنه اللي فاتت في الدور قبل النهائي من سان داونز. ونشر الحساب الرسمي لبطوله دوري السوبر الافريقي عبر مختلف صفحاته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر اعلانا اليوم الاربعاء اعلن فيه عن اقامه البطوله. وقال كاف في بيان مقتضب: ونحن نعمل على النسخه التاليه من دوري السوبر الافريقي. واتم البيان ايضا: سنعود بمزيد من التحديثات قريبا. ولم يكشف البيان عن متى موعد اصدار التحديثات الجديده او موعد البطوله المرتقب. الحقيقه بطوله السوبر الافريقي حذف نفسي. بدأنا لو تفتكروا احنا بدأنا الموسم صعب جدا، ماتشات كلها يعني المفروض اللي بيبدأ الموسم دايما حتى لما بتيجي تلعب ماتشاتك الودية بتعمل ايه؟ بتاخد ماتش خفيف وبعدين اتقل اتقل اتقل. لا، انت بدأت اول ماتش ليك مع اعتقد سان داونز او الفريق اللي مش فاكر، او كان سيمبا، هقول لحضراتكم دلوقتي. فكانت المباريات كلها مباريات تقيلة جدا جدا. مباريات السوبر الافريقي كنت اتمنى ان النادي الاهلي يكون اول نادي كالعاده يعني، ولكن ان شاء الله نعوضها السنه الجايه. السنه الجايه انا ما اعرفش بصراحه لجنه المسابقات هتعمل ايه السنه الجايه، الحاج عامر حسين هيعمل ايه؟ هيعمل ايه السنه الجايه في ظل تواجد عدد كبير جدا جدا من البطولات والمباريات اللي هيلعبها؟ النادي الاهلي برضو يعني، ما هو النادي الاهلي اللي هيلعب العدد الكبير من البطولات، لانه بطوله الانتر كونتيننتال اللي هتكون في شهر ديسمبر القادم النادي الاهلي اللي هيلعبها. دوري السوبر الافريقي خلينا ننتظر ونشوف، النادي الاهلي اكيد طرف فيها، ولكن هتتلعب امتى وشروطها عامله ازاي؟ خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه من الاتحاد الافريقي، ويتم الاعلان من الاتحاد الافريقي. كاس العالم للانديه الانتر كونتيننتال قلت لحضراتكم كل سنة بتتعمل، لكن الكاس العالم بيتعمل كل 4 سنين. فبالتالي هتلعب كاس العالم 2025 اللي هيبقى في أمريكا، هتلعب الانتر كونتيننتال بطولة الانتر كونتيننتال إن شاء الله في ديسمبر القادم، هتلعب السوبر دوري السوبر الإفريقي، هتلعب دوري أبطال إفريقيا، السوبر المصري، عندك ماتشات كتيرة أوي. عندك ماتشات كتيره جدا 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 وبطولات كثيره جدا جدا. انا ما اعرفش برضو هتترتب ازاي هذه الامور. نتمنى ان يكون من بدري نفتح الامر ونتكلم فيه ونشوف ايه اللي بيحصل، لانه مثل هذه التوقيتات معروفه، هنلعب يوم كذا الساعه كذا، كل حاجة معروفة دلوقتي أعتقد باستثناء مباريات السوبر دوري السوبر الإفريقي اللي هتبان خلال المرحلة القادمة وكيفية أو نظامها هيبقى عامل إزاي. هل هتتلعب في أسبوعين؟ هل هتتلعب في ثلاثة؟ هل هتتلعب بنظام المغلوب؟ هل مش عارفين. الاتحاد الإفريقي سيعلن عن نظام البطولة تباعا خلال المرحلة القادمة. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير. قبل بس ما نطلع لفقرة أخبار البيت الكبير عايز أقول لحضراتكم حاجة. النهاردة الفقرة الأولى كان هيبقى معايا النجم أحد نجوم النادي الأهلي الكبار جدا في كرة اليد عبد الرحمن حميد. حميد كان هيبقى معانا النهاردة في الجزء الأول من هذه الحلقة، ولكن وده سعداء جدا ان احنا يكون وشنا حلو على حميد بعد ما اتفقنا معاه، واحنا متفقين معاه بقالنا يومين ثلاثه. زميلنا احمد رشاد اتفق معايا بقالنا يومين ثلاثه وكلمناه واتفقنا الحلقه هتتعمل وكذا النهارده بيتم استدعاء حميد للمنتخب. حميد في الفتره الاخيره بعد اصابته لم يتم استدعائه، ولكن النهارده بتبقى اول مره يتم استدعاء فيها حميد
لمنتخب مصر بعد عودته من الاصابه. فاحنا انا طبعا سعيد جدا جدا بوجود حميد مع منتخب مصر، ما عندناش مشكله ان شاء الله لما يرجع من المنتخب ويرجع يعني منصور ان شاء الله، ان شاء الله يكون معانا على الهواء مباشره واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخباتنا الوطنيه ومنتخب الوطني لكره اليد. الف الف مبروك عوده حميد مره اخرى للمنتخب الوطني، هو يعني بيعتذر، فانا طبعا كلنا سعداء بوجودك في منتخب مصر، ما عندناش اي مشكله ولا تعتذر ولا حاجه، يكفي عودتك لمنتخب مصر. انا بس حبيت اقول لحضراتكم ان كان المفروض حميد هيبقى معانا، والف الف مبروك عودته لمنتخب مصر زي ما قلت لحضراتكم. دلوقتي خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر الاخبار على الساحه المحليه والعالميه، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل الاستاذ ايمن جيلبرتو والاستاذ صبري سراج في ضيافه البيت الكبير. اختتم المارد الأحمر تحضيراته للقاء الداخلية يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة 29. الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر طالب لاعبيه بصب التركيز على مواجهة الغد لحصد نقاطها الثلاث لمواصلة سلسلة الانتصارات والوصول لقمة الترتيب. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا، والذي حصل على لقبه الأول فريق سان داونز على حساب الوداد المغربي. ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري السوبر الإفريقي عبر صفحاته الرسمية بيانا مقتضبا جاء فيه: نحن نعمل على النسخة التالية من دوري السوبر الإفريقي. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إجراءات قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2025 التي تستضيفها المغرب ظهر يوم غد الخميس بمشاركة 48 دولة. وأعلن كاف أنه سيتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مستويات، ويضم كل مستوى 12 منتخبة تم تحديدها وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتضم قرعة التصفيات 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق. أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم دعمه لحق منتخب فلسطين الشقيقة في اللعب على أرضه وبين جماهيره في تصفيات كأس العالم 2026 وتسخير كافة الجهود الممكنة لضمان ذلك. ويتنافس منتخبا الأردن وفلسطين في مجموعة واحدة بالدور الثالث من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم بجانب العراق وعمان والكويت وكوريا الجنوبية. أنهت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي اتفاقها مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان الإيطالي السابق لتولي القيادة الفنية لفريقها الكروي بدءا من الموسم الجديد، خلفا للمدير الفني السابق مارسيلو جاياردو. وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات إن اتحاد جدة توصل لاتفاق مع ستيفانو بيولي لتدريب الفريق لمدة 3 سنوات، ويتبقى الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. أعلن نادي ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي رسميا رحيل مدربه رولاني موكوينا بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بفسخ التعاقد بشكل مدي بين الطرفين. وسيرحل موكوينا عن تدريب سان داونز بعد موسم واحد من عقده الجديد لمدة 4 مواسم مع بطل الدوري الجنوب أفريقي. وتمنى النادي عبر بيانه التوفيق لرولاني موكوينا بعد فترة من النجاحات. تصدر جمال موسيالا نجم منتخب ألمانيا قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا بعدما أحرز 3 أهداف مع ختام منافسات دور 16. ونجح موسيالا في تسجيل 3 أهداف بالتساوي مع كودي جاكبو نجم منتخب هولندا وميكو تاتزي لاعب جورجيا وإيفان سكرانز نجم سلوفاكيا. ويتطلع موسيالا وجاكبو إلى تعزيز مشوارهما التهديفي بالبطولة بعدما تأهلت منتخباتهما إلى الدور التالي من البطولة. دخل ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان سباق التعاقد مع الألماني جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت تقارير صحفية أن ليفربول ومانشستر يونايتد دخلا سباق التعاقد مع كيميتش الذي يعتبر أحد أهداف برشلونة الإسباني في ظل انتهاء تعاقد لاعب الوسط مع ناديه في الصيف المقبل، ووسط رغبة من فريقه في بيعه لتحقيق استفادة مادية بدلا من رحيله مجانا نهاية الموسم المقبل.
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني توصله لاتفاق مع فولهام الإنجليزي بشأن ضم اللاعب البرتغالي بالينيا. كان فولهام قد رفض عرضا من بايرن ميونخ بشأن بالينيا مقابل 40 مليون جنيه استرليني، إلا أن الأخير رفع قيمة العرض لتصل إلى 47 مليون و400 ألف جنيه استرليني لتكون الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات فولهام، حيث لم يسبق للنادي الإنجليزي أن باع لاعبا بهذا المبلغ من قبل. أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تعاقده مع اللاعب إسماعيل كوني قادما من واتفورد الإنجليزي بعقد طويل الأجل في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 12 مليون يورو في أولى صفقات الفريق بعد التعاقد مع المدرب روبرتو ديزيربي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. ايمن جلبرتو، ازيك ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام ايضا. صبري سراج، ازيك يا صبري؟ تشرفوا لنا كابتن. اخباركم ايه؟ كله كويس؟ عندنا وقت النهارده نقدر نتكلم في كل ما يخص. مبروك لحميد كويس. مبروك لحميد. حميد طبعا كلنا بنبارك له. بعت لي يقول لك كابتن ما تزعلش، قلت له يا عم ازعل ايه، انا مبسوط ان انت ما عنديش مشكله، مش هتروح المنتخب انت كمان برده؟ يلا بينا نروح فوق السن، ممكن فوق السن مشاكله. لا مش فوق السن، امال انا اروح انت السبعينات بقى والله كام الستينات كمان. انا لسه لعب 4 ساعات يوم الخميس وجاهز. 4 ساعات ايه؟ كوره. عايزيني كوره خماسي الكوره اللي احنا بنلعبها دي. لا ما يغركش الكرش والله. ايوه انا مستغرب، ما عشان انت الدليل اللي انت ما بتعرفش تلعب، انت ما بتقوليش. لا ما انا اصلا من هناك وحضرتك هنا بمسافه كبيره. لا خلاص عندك. عموما يعني كل يوم حوار جديد وكل يوم حاجة جديدة بتحصل. أنا نفسي أطلع أتكلم في الفنيات، أطلع أتكلم في الباك رايت لما يقطع يرفع أوفر، لما الباك ليفت يعمل الباك باس، لما يوصل مش عارف إيه، نفسي أتكلم كده. ولكن استفزازات دائمة للأهلي وجمهوره. يعني هي استفزازات يا كابتن إسلام، وكمان إحنا دلوقتي وصلنا لمرحلة تانية غير الاستفزاز، لا أنت بقى في ابتزاز للنادي الأهلي وجمهوره على العاطفة. مره يجي لك من حته المنافسه، مره يجي لك من حته العداله، دلوقتي بقى دخلنا في الفيلم بتاع المنتخب الاولمبي والنادي الاهلي، يعني لا علق باي حاجه. بس انا بالظبط انا عايزك نصبر على انا، ما هو الناس واخده بالها ان انا مثلا مش بعلق على هذا الامر. ليه مش بعلق على هذا الامر لغايه دلوقتي؟ لانه معلش خلاص بقى بالمناسبه يعني انك بتتكلم في هذا الامر، انا مش بعلق على هذا الامر لانه في امور بتحدث. ايه اللي هيحصل وايه الموقف الرسمي اللي هيحصل من النادي الاهلي؟ انا ما اقدرش اقول، يعني ما اقدرش اعلن الموقف الرسمي للنادي الاهلي الا بعد الاعلان الرسمي. بالظبط. فعشان كده خلينا ننتظر، وخصوصا النهارده وبالكتير لغايه بكره نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. بس اصل يا كابتن اسلام الفكره كلها ان ما ينفعش الناس تتكلم، هي ملهاش كلمه ينفع تتقال اكتر من ده اكاذيب، يعني انت بتروجوا الاكاذيب. لا وعارف حتى لما انا اسف، لا بس خلينا نتكلم احنا الثلاثه حتى في الامر، مش لازم نفضل ماشيين واحده واحده. انا قصدي اقول لك انه انا ممكن اقول الموضوع ان النادي الاهلي يرفض مش عارف ايه، على الرغم من ان ده لم يحدث رسميا حتى هذه اللحظه، انا ما اقدرش اقول كده. ولكن لو بيتقال كده انه رسميا النادي الاهلي عمل كذا وكذا ورفض وجود منعم وامام في المنتخب وبتاع، طيب اذا كان ده حصل مع انه لم يحدث حتى الان، طيب ما تكمل النص الثاني من الموضوع، بمعنى ان انت تقول ايه؟ بس احنا يا جماعه من سنتين او في الاولمبيات السابقه النادي الاهلي خسر الدوري وثلاثه من لاعيبه النادي الاهلي في اللي فوق السن راحوا خلصوا بطوله افريقيا وطلعوا حتى ما احتفلوش بالبطوله. خلاص دي اول حاجه. تاني حاجه مش ثلاثه بس يا كابتن اسلام، ده ثلاثه فوق السن غير اللي تحت السن اللي هم كانوا اصلا بيلعبوا اساسيين. كمل بقى الموضوع وقول برضو ان في كاس الامم الافريقيه الاخيره منتخب مصر كان بيلعب والنادي الاهلي كان بيلعب وعنده 11 او 12 لاعب في كاس العالم للانديه، وده كانت تاني مباراه للنادي الاهلي او اول مباراه وتعرضت مع كذا. احكي الموضوع كامل بالظبط كده، ما تقعدش تقول كذا وكذا 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 لمجرد ان انت بتسخن الناس في هذا الاتجاه وفي هذا الاطار. لا وحتى الكلام عن اللائحه باسلوب غريب جدا، لما يطلع يتقال اصل مثلا نادي بيراميدز، هو اتقال كده نادي بيراميدز نادي استثماري فممكن عادي ما يوديش لعيبته، لكن النادي الاهلي ونادي الزمالك دي انديه حكوميه. معلش ده خالد فمش ماشي. لا مش قصدي، ما هو كابتن خالد مع يعني مع احترامنا لوجهه نظره، النهارده الناس بتردد الكلام ده يا كابتن اسلام. ما النهارده ايوه النهارده بتتسال، ممكن تلاقي حد بيسال، ما هو مش كل الناس
ما احنا دورنا ايه؟ احنا بنوصل للناس معلومه وباحترام بالظبط كده. فالناس مش كل الناس ملمه بكل التفاصيل. فالنهارده حد قاعد بيتفرج على كابتن خالد كابتن نادي الزمالك السابق كابتن احمد حسام ميدو كابتن ضياء السيد مثلا وهما بيتناقشوا في الموضوع. فهو بس كابتن ضياء رد كابتن ضياء رد بشكل محترف يعني بشكل صحيح. محترف. فالنهارده كابتن خالد لما يقول معلومه ان اصل نادي بيراميدز نادي استثماري والنادي الاهلي نادي الزمالك انديه حكوميه, فوارد جدا ان الناس اللي بتتلقى المعلومه تقول لك ايه طب ما صح طب ما فعلا نادي بيراميدز مثلا مالك الاستثمار بتاعه الملاك بتوعه مش مصريين, هل ده معناه ان هو من حقه يمنع لعيبته عن المنتخب او مش يمنع يقول لا ان انا هحتفظ بلعيبتي؟ لا, لازم نتكلم مع الناس نوضح لهم. الاولمبيات وكلنا عارفين ان هي في كره القدم الاولمبيات فيها مش حاجه رقم واحد. ولما طلع القرار بتاع يعني لما اللجنه الاولمبيه النقطه دي لو كان هو رقم واحد كانت حط اجنده دوليه بالظبط كده. ولما حتى اتحط فكره ان يبقى في ثلاثه فوق السن مع المنتخبات للدعم ده في محاوله ان هو الزخم ان الناس يمكن في منتخبات النهارده تقدر تجيب لعيبه كبار لعيبه دوليه, بس برضو مع الوقت هتلاقي ان منتخبات اوروبا هي في خناقه بين الفيفا وبين اللجنه الاولمبيه في موضوع الكوره. ده عايز ان الكوره او الفيفا عايز ان الكوره تبقى بره الاولمبياد والاولمبياد عايز ان الكوره تكون موجوده. فوصلوا ان خلاص يبقى اللعيبه اللي هتلعب الاولمبياد تبقى تحت سن 23 سنه. طب من ضمن التفاوض وهذه الخناقه طب اديني ثلاث لعيبه فوق السن عشان يجوا نجوم فالناس تتفرج. فهي خناقه ما بين الطرفين دول. هي القصه كلها انا قبل ما ادخل على الهواء فبكتب البوست عشان الناس تتفرج علينا, فما لقيتش حاجه اكتبها الحقيقه. قلت هنتكلم عن كوميديا الموقف يعني. ما هي دي الحقيقه يعني هي احنا بنعيش حاله من كوميديا الموقف ان انت الاتجاه السائد خلال هذه الفتره صحيح. من بعض من لا يشجع النادي الاهلي وهي واضحه, هما اتنين تلاتة معروفين بالاتجاه ان واحد يطلع يقول كذا ان انا عندي مظلومية في الكذا وهشجع فلان وهعمل اعلان ويطلع التاني يقول نفس الكلام اللي ده قاله ويردد هذا الكلام وتلهي الناس. انت هذا الكلام بتبعد عن الحقيقة وبتخترع بالونة وبتخترع اختراع غريب وتبدأ جدا وتبدأ تبني عليها اختراعات جديدة وتلهي الناس فيها وتسيب الموضوع الاساسي. وهو الرد بسيط على فكرة, هو لو كان نادي اكس هو اللي بيلعب في وصل نهائي دوري ابطال افريقيا كانت المباريات لن تؤجل لي؟ لا كانت ستؤجل بجد. ما اللائحة احنا جبناها 40 مرة جبناها 900,000 مرة مش انا مش عارف على اي اساس الناس بتتكلم. لا احنا لحد دلوقتي والله ما التأجيلات وكأن ولسه ناس بتصدق على رأيك. ما هي دي المشكلة. انت هي الفكرة كلها ان في ناس بتصدق فهي الفكرة عادي كل واحد من حقه يقول رأيه. من حقك تطلب ان يبقى في دعم طبعا للمنتخب الاولمبي ده من حقنا طبعا, وان الناس كلها طبعا احنا طبعاً. وضع مصر ومنتخبات افريقيا الى حد ما واسيا مع الاولمبياد بيعتبروا ان الميداليه الاولمبيه ده انجاز كبير. ايوه هي بس في حقائق لازم تبقى محطوطه قدام الناس عشان لا يساء الوضع يبقى واضح. البطوله دي خارج الاجنده الدوليه, فهل من حق الانديه ان هي تمنع لعيبتها عن البطوله قولا واحدا؟ نعم. من حق فيهم اللعيبه اللي تحت السن اصلا اللي هم من حق الانديه بتاعت بره والانديه بتاعت جوه والانديه اللي في كل حته ان هي تمنع لاعبيها من الانضمام للمنتخب الاولمبي في بطوله بس خارج معلش معلش عشان الكلام ده ما يتاخدش ويقول لك قناه الاهلي عايزه. لا, 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 لا لكن هنا احنا بنشرح موقف بنشرح اللائحه بتقول ايه. احنا بالنسبه لنا الاولمبياد ده معلش 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 يعني عقب على ده ده مهم جدا. سيبنا كمل لا لا عقب على الحته دي بس وبعد كده كمل براحتك. ان النادي الاهلي عندما طلب منه من كام سنه في الاولمبيات الاخيره لعيبه النادي الاهلي فوق السن وتحت السن راحوا وكان النادي الاهلي بيلعب في هو اخر اصلا مرتين مصر عارفين بس اخر مرتين فوق. مصر تاهلت للاولمبيات في السن يعني في الحقبه اللي احنا فيها دي اللي كانت 2012 لندن والاخيره اللي هي اللي كانت في طوكيو صحيح. في المرتين الثلاث لعيبه كانوا من النادي الاهلي صحيح ابو تريكا وعماد متعب وفتحي وبالمناسبه وقتها كان النادي الاهلي على فكره بيلعب دوري ابطال افريقيا صحيح. وكان في مباراتين في دوري ابطال افريقيا اللعيبه ما لعبوش فيها. وبعد كده البطوله الاخيره بنتكلم في الشناوي وكان مين مع الشناوي فوق السن مع الشناوي كان رمضان صبحي ساعتها بس لا 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 صح لا كان الشناوي بس النادي الاهلي كان فوق السن لكن كان في اكرم وكان في باقي المجموعه اللي كانت صح. موجوده في النادي الاهلي كانت موجوده وبتلعب كانت ست لعيبه تقريبا او لان وقتها كان الشناوي والونش واعتقد كان حد ثالث مش متذكر وحجازي الشناوي والونش وحجازي فكان هو الشناوي بس اللي فوق السن لكن كان في خمس لعيبه تانيين من النادي الاهلي خلصوا نهائي افريقيا وراحوا طلعوا على الاولمبياد فالنهارده لا كان متعب ابو تريكه بالظبط. فالنادي الاهلي ما بيتاخرش وقتها النادي الاهلي لعب دوري بدون اللعيبه دي ولكن خسرنا نقاط ايوه لكن النهارده النادي الاهلي ما بيتاخرش. فانت ما ينفعش تبني موقف او تبني وجهه نظر او تقعد تنظر على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكمان انت بتنظر على النادي الاهلي بس
هو ده اللي انا كنت عايز اقوله بقى. ان ما ينفعش ان انت تنظر اصلا على اي نادي، يعني فكره ان انت تنظر على نادي اي نادي مش عايز يودي لعيبته اولمبياد، هو مش من حق الانديه ان هي تمنع كل الانديه، لكن احنا بنبص للاولمبياد. النادي الاهلي اولا دايما دوره الوطني هو اللي بيقوده في النقطه دي. الاولمبياد احنا كمان بتمثل لنا ايه؟ يعني احنا دوله ما بتقدرش او منتخباتها ما بتقدرش توصل كاس العالم في كره القدم دائما، ما وصلناش غير 3 مرات في تاريخنا كله، ولذلك احنا بنتعامل مع الاولمبياد في مصر معامله كاس العالم، هي مهمه جدا بالنسبه لنا. فبالتالي كل الشعب وكل الامكانيات وكل الحاجات بتبقى مسخره ان احنا عايزين نروح نعمل نفسنا في ميداليه، لان هي بنشوف ان هي شويه اسهل في كاس العالم، مهمه. وزمان تاريخنا فيها كان كويس، يعني كنا بنوصل مربع ذهبي حصلت مرتين او بتاع، وكان وقتها المنتخبات بتشارك بالفرق الكبيره، يعني الفريق الكبير. فاحنا عندنا ارث فيها كويس وعايزين نحافظ عليه، فاحنا بنتعامل معاها حتى كجمهور ان هي مهمه جدا، رغم ان هي وسط الالعاب الاولمبيه، كره القدم وسط الالعاب الاولمبيه حاجه نقطه صغيره جدا يعني. فهي الفكره ان احنا كنادي اهلي او كمصر عموما احنا بنتعامل مع البطوله دي بوضع خاص، بنحبها وبنحب ان احنا نروح نعمل نفسنا نحقق فيها سواء فرديه او جماعيه، الناس كلها بتبقى عندها شغف، عمره ما اتاخر. انما الناس لازم تبقى عارفه ان من حق كل الانديه، مش النادي الاهلي بس، من حق كل الانديه طبقا للقانون، يعني طبقا لقانون الكوره واللوائح وكده، ان هم ما يودوش اللعيب. فاحنا بنقعد ومنا سايبين كل ده ومسكين الاهلي، مش عايز واحد او اثنين او ثلاثه، ان الاهلي مش عايز. على فكره في فرق ثانيه مش عايزه برضه، ما حدش بيتكلم، هي دي الفكره. اشمعنى؟ عشان كده بقول لحضرتك ده ابتزاز للنادي الاهلي وجمهوره. انت النهارده ما بتعلقش على باقي الانديه اللي فيها لعيبه، وهو من الاخر اللي التنافس على الدوري مين الموسم ده خلاص، وده حتى باعترافات يعني حتى اعضاء مجلس ادارات انديه اخرى، هم خلاص بقوا دخلوا في اللعبه. وما تفهمش برضو الموضوع غريب، خلاص المنافسه بين الاهلي وبيراميدز، تمام احنا الاهلي وبيراميدز هو بيتنافسوا على الدوري. فهل النهارده انت بتتكلم عن النادي الاهلي اللي هو ما صرحش رسمي ان هو اي موقف يخص لعيبته، ان هو ما صرحش رسمي موقف لعيبته سواء اللي تحت السن اللي هم تحت 23 سنه او حتى اللي فوق السن اللي مطلوبين، وسايب ما بتتكلمش برده عن النادي، نادي بيراميدز اللي هو بالمناسبه برده نادي بيراميدز لا صرح رسمي ان هو هيترك لعيبته اللي فوق او اللي تحت السن او لا. فانت النهارده حتى في دي انت بتتكلم عن نادي واحد بس، ما بتتكلمش عن نادي تاني، وبعدين يرجعوا يدعوا المظلوميه والمش عارف ايه. بالعكس، اكثر نادي تضرر من التحكيم هو النادي الاهلي. وبالمناسبه خلونا نبدا الاسبوع اللي جاي، يعني بس هي عندنا ماتشات، ما هي للاسف عندنا ماتشات. يمكن في وقت من الاوقات نعمل عدد النقاط اللي كان من الممكن ان النادي الاهلي يكسبها ولم يكسبها بسبب التحكيم، وكيف استفاد بعض كيف استفادت بعض الانديه الاخرى من التحكيم حتى هذه اللحظه. والله يا جماعه لو جبنا الحاجات دي هتبقى صادمه للبعض. احنا لما بنرجع بالتاريخ وبنجيب الناس، لان المشكله زي ما حضرتك بتقول كده، هي في ناس صدرت ده صحيح، احنا جمهور الاهلي ما بيركزش قوي في الحته دي، لكن التاريخ موجود والناس والتصريحات موجوده والكلام موجود، واللي بيصرح وقال احنا بندعي شيء عشان خاطر نحقق مكاسب اكبر هو اللي طلع وقال، اللي طلع وقال انا نصحت نادي اكس ان هو يطلع يقول في الاعلام كذا عشان خاطر اللعيب بتاعه يضغط، هو مسؤول ومشجع ومنتمي لنادي ومسؤول، وهو اللي قال بلسانه، مش الناس ما حرفتش حاجه، كل الحاجات دي كانت موجوده ومسجله باللسان، يعني حتى مش بنقول ايه مصطلح مصدر او معلومه، لا دي تصريحات بلسان وعلى مدار التاريخ. فيا جماعه بعد اذنكم يا اما تتكلموا بشكل عام، زي ما احنا لما جينا نشرح كابتن كاس العالم للانديه والانتر كونتيننتال والحاجات دي، هل كنا بنجيب حاجه بنقيفها على النادي الاهلي؟ لا، احنا بنجيب لائحه، احنا بنقول اللائحه بتقول 1 2 3، هي بقى تماشت مع النادي الاهلي، تماشت مع النادي الفلاني، دي مش مشكلتنا. فانت النهارده لما تيجي تتكلم عن قصه الاولمبياد تحديدا، تيجي تتكلم عن قصه المؤجلات، وحضرتك في الانترو قبل ما نطلع على الهوا بتتكلم في فكره ان السنه الجايه هنعمل ايه في الدوري، طب ما النادي الاهلي متضرر اصلا من ان الدوري مستمر لحد منتصف اغسطس ومنتصف يوليو ومنتصف اغسطس. دي حقيقه ثانيه بتلهي الناس عنها بالظبط، هتأيد لعيبتك امتى؟ هتبيع لو عندك لعيبه هتخرج. طيب بما انها لانها مهمه جدا، عايزين نعرف اصل المشكله ايه، اصل المشكله فين واصل المشكله ايه. هنعرف كل هذا الامر، ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه، نكمل كلامنا في ما كنا عايزين نشكر المدرب بتاع منتخب اليد، والله
عشان ادانا وقت ان احنا نتكلم. بالمناسبه صحيح، لجنه الحكام اعلنت عن تواجد طاقم تحكيمي للنادي الاهلي في مباراه غدا ان شاء الله امام نادي الداخليه. الاهلي والداخليه الساعه 7 في استاد هو في استاد السلام ولا في استاد القاهره؟ لا اعتقد ده ماتش استاد السلام. ليه ده ماتش الاهلي؟ هل في حاجه في استاد القاهره؟ مش عارف، غريبه دي. تاكدوا لنا يا شباب من النقطه دي، ممكن تكون الرابطه كاتبه ولا احنا مش عارف. لا ده ماتش الاهلي في استاد السلام، ده بتاع اتحاد الكوره ولا ماتش الاهلي او انا اسف اتحاد الكوره استاد السلام ولا استاد القاهره؟ لغايه لما نتاكد من هذا الامر. الاهلي والداخليه، حكم ساحه كابتن مصطفى عثمان، كابتن محمد عزازي حكم مساعد اول، كابتن محمد مجدي سليمان حكم مساعد ثاني، حكم رابع كابتن محمد العتباني، حكم فار كابتن وائل فرحان، حكم فار مساعد كابتن محمود ابو الرجال. هقفل بقي انا اهو، مش هتكلم ولا هقول طاقم تحكيم كويس ولا وحش ولا هقول حاجه عشان ما حدش يقول لي انت بتضغط على الحكام، ولا هقول ان احنا عايزين العداله، ولا عايزين، احنا مش عايزين حاجه يا جماعه من الدنيا في مباريات كره القدم غير ان احنا نتفرج على ماتشات حلوه بعداله تحكيميه بس. كابتن محمود بسيوني في مباراته الاخيره امام طلاع الجيش والاهلي كسبنا 4-0 بغض النظر عن المكسب، ولكن كابتن محمود واحده من افضل المباريات اللي عملها كابتن محمود بسيوني في الفتره الاخيره تحكيميا. فاتمنى ان كابتن مصطفى عثمان بكره، وكابتن محمد عزازي، وكابتن محمد مجدي سليمان، وكابتن عتباني، وكابتن وائل فرحان، وكابتن محمود ابو الرجال ان شاء الله يعملوا ماتش كويس في عداله ما بين الفريقين، ما بين النادي الاهلي اللي بينافس على القمه ونادي الداخليه اللي عايز يقعد يكسب النادي الاهلي ويقعد في الدوري. انا اهو في قناه النادي الاهلي بقول هذا الكلام، هنا ولا هنا من فضل حضرتك اعدل ما بين الفريقين. اتفضل. لا لو احنا اخر حاجه ختمنا بيها ان النادي الاهلي متضرر يا كابتن اسلام من اللي بيحصل في جدول الدوري. صحيح. تصدير ان النادي الاهلي هو المستفيد، وتصدير ان النادي الاهلي اصل دوري كورونا اللي ما اتلغاش، واصل دوري ما اعرفش ايه اللي اتعمل ايه، تصدير كل الكلام ده هو ما هدفه الا زي ما صبري كده بيقول، انت الهاء عن الهاء ايا كان بقى، فشل عندك، عدم نجاح، بدليل ان طب اتكلم بما يرضي النهارده النادي الاهلي زي ما بنقول كده، النادي الاهلي السنه الجايه دوري افريقي، دوري السوبر المصري، دوري السوبر الافريقي، الانتر كونتيننتال، هنكمل موسم كاس عالم انديه، مفروض هتبتدي في منتصف يونيو، يعني نادي الاهلي مفروض انه قبل انه 1 يونيو يعني 1 يونيو 2025 نادي الاهلي على الاقل لازم يكون الموسم بتاعه خلصان 1 يونيو 2025. فالنهارده انت لو كل ده عايز تفهمني ان النادي الاهلي ده مستفيد منه، طب النادي الاهلي يعمل تعاقداته مثلا لو عايز يدعم تعاقداته يعملها امتى؟ ما الدوريات بتبتدي والناس بتخلص. طب لو مثلا في لعيبه حابه تروح اعارات، في بيع، عايز تعمل فتره اعداد، كل ده هيبقى امتى؟ القايمه بتاعتك بتاعت يونيو اللي جايه طبيعي جدا لو انت عايز تعمل. طب انت نخلص من كل الحوارات دي، الانترنت شغاله في كل العالم، وانت لو عايز تستغنى عن لعيب عشان تجيب لعيب مكانه مش هيكمل معاك الدوري، مش هيكمل معاك الدوري، واللعيب اللي هتجيبه هتفضل مسقعه في الثلاجه لحد الله اعلم الموسم الجاي ده هيبقى. خلي بال حضراتكم بس دي معلومه، ليست معلومه، انا بقول ان عشان كده مش هتلاقي لعيبه تقدر تجيبهم، ده طبيعي، ليست يعني معلومه، انا ما اعرفش ايه هي. هو الاساس ان انت مش عارف تنظم بطوله تبدا وتنتهي في مواعيد طبيعيه. صحيح. وبالتالي انت عامل ربكه للكل، عامل ربكه للمنتخب، وعامل ربكه للانديه، وبتخلي ناس او خليت ناس تقدر تطلع تتكلم على الانديه وتقول النادي الفلاني مش عايز يسيب لعيبته، ومن حقه ما يسيبش لعيبته، كل الانديه، لانه في مراحل حسم البطوله، سواء عايز يفوز ببطوله او عايز يبقى في دوري او ايا كان، يعني انت في مراحل الحسم عايز تاخد من اهم اللعيبه من كل نادي عشان يروحوا يلعبوا بطوله خارج الاجنده الدوليه، فالناس هتقول لك لا، طبيعي، امر طبيعي، لان ده بتدافع عن مصالحها، والمنتخب من حقه ياخد اللعيبه يعني. فانت المشكله فين؟ المشكله ان انت ما قدرتش تنظم بطوله تقدر تبتدي وتنتهي في مواعيد طبيعيه، فبالتالي المنتخب يستفيد بلاعيبته في المواعيد الطبيعيه، والانديه تستفيد بلاعيبتها في المواعيد الطبيعيه. الفشل عندك، لا عند النادي اللي رفض ان هو يديك لعيبه او اللي هيرفض، ولا عند ولا عند المنتخب اللي مش عارف يستدعي اللعيبه، الفشل عندك انت، انت اللي مش عارف تنظم بطوله صحيحه وسليمه بس. بالظبط. وعشان نقفل الحته دي ونخش بقى على الفنيات اللي حضرتك نفسك تتكلم فيها كابتن اسلام، مش فايده. هو معلش طبعا كل تاني كل الدعم لكل المنتخبات، البطوله قبل التوقف الدولي الودي البطوله وقفت اسبوع، قبل التوقف الدولي بتاع تصفيات كاس العالم البطوله وقفت معرفش كام يوم، قبل كاس الامم والانديه اللي بتلعب دوري السوبر المصري او في انديه قال لك هنوقف الدوري من اول يناير عشان خاطر نستعد لكاس الامم،
فانت النهارده بعيدا عن التوقفات اللي انت اجبرت عليها كنادي اهلي اصلا هو اجبر عليها ان هو مثلا الدوري الافريقي لازم يتؤجل له الماتشات دي، كاس العالم الانديه لازم يؤجل له الماتشات دي وتاجل له اصلا في دوري ابطال افريقيا مباراه بسبب كاس العالم للانديه. وفي النهايه طلع ان النادي الاهلي بعد كده لما وصل نهائي وبعد كل ده طلع مثلا ان الفرق بينه وبين نادي الزمالك اللي هما الاثنين وصلوا نهائيات ماتشين، مع ان النادي الاهلي لعب بطولتين ازيد في ايام اكتر او ثلاثه ازيد 9 ماتشات بالظبط بالظبط كده. فانت النهارده انت توقفت 10 لا في توقفات زياده انت عملتها اضرت النهارده بتوقيت المسابقه. فان تصدير ان النادي الاهلي هو السبب والنادي الاهلي هو الوحيد المستفيد، تلاقي يطلع في التلفزيون اصل المؤجلات والمنافسه، مين المنافس؟ ما انت مع احترامي يعني يا اما قد ان انت تطلع تقول اسم النادي الاهلي لان هو ما فيش منافس غيره، ما تمام، يا اما ما تتكلمش لان انت اصلا خارج المنافسه والكلام ده مش لنادي واحد لاكثر من نادي هم فجاه بيطلعوا يتكلموا. والمناسبه عشان انا مش عايز اختم بس مش عارف الحته دي، ما في انديه ممكن تستفيد من فكره ان في انديه تانية لا تحصل على الرخص بتاعه المشاركه في افريقيا، سبحان الله مسؤوليها ممكن يطلع يتكلم عن جدول الدوري لكن ما يطلعش يتكلم عن ان في انديه مثلا ما دفعتش مستحقات او عليها غرامات او وما يطلعش يتكلم في الحاجات دي، رغم ان هو لو نادي اكس او نادي واي ما خدوش الرخصه بتاعت ان هم يشاركوا في افريقيا هو ممكن يستفيد ويشارك. هو ما بيتكلمش في كده، هو طالع يكلمنا في الدوري وطالع يكلمنا اهم حاجه، لا اهم حاجه يستدعي اسم النادي الاهلي بالظبط، دي اهم حاجه عشان اعرف الاقي الناس تتكلم وسامي يتكلم وايمن يتكلم وصبري يتكلم وده يتكلم وده يرد وده يعمل وده، فاهم؟ هي دي اللقطه بالظبط. هي دي اللقطه لكن مش هيقول بقى نادي فلان اللي النهارده عداله ايه؟ ما النهارده في احد نادي النجوم مطلع بيان ما بتدافع إيه؟ هو نفس الشخص اللي في احد الانديه مش انديه من المنافسه وانت بتتكلم عن الفكره دي، ليه ما بتطلعش تطالب بحقوق وتنفيذ اللوائح في ان انديه مثلا ما بتدفعش فلوس للعيبه او حقوق الانديه؟ انت ما بتطلعش تتكلم ليه وتدافع؟ بس تطلع تتكلم تقول لي اصل نظام الدوري واصل الماتشات اتبعتت لنا الجدول، طيب اطلع دافع عن الحقوق لو انت فعلا بتدافع عن الحقوق اطلع دافع عن الحقوق. لكن هي النهارده بس انت بتطلع تتكلم عن النادي الاهلي؟ لا معلش، هنا احنا لازم نقف وبنتكلم بكل ادب واحترام وبنحترم الجميع، ولكن في النهايه عشان نقفل القصه دي اي حد بيحاول، ودي رساله لجمهور الاهلي وزملائنا الاعلاميين الاهلاويه اللي برضه بيتكلموا في القصص دي كتير، اي حد يحاول يسوق ان النادي الاهلي فقط هو المستفيد بالتاجيل او ان كل ده بيحصل للنادي الاهلي، مع احترامي ده الهاء واستفزاز. النادي الاهلي مش مستفيد تماما بهذا الامر، بالعكس اكثر المتضررين طيب نخش بقى الفنيات شويه. مواجهة جديدة ومضغوطة أمام الداخلية الحقيقة، خلينا نتكلم بشكل عام عن هذه المواجهة. طبعا هي مواجهة على الورق تبدو غير متكافئة ما بين فريق بيصارع على القمة وفريق بيصارع على البقاء في الدوري وفرصته صعبة، لكن الكرة في الآخر برضو بنرجع نقول إن الكرة في الآخر 90 دقيقة، هم عندهم أو نادي الداخلية عنده دوافع كبيرة جدا إن هو يحقق نتيجة، حتى لو اللعيبة شايفه ان هي خلاص الموسم بالنسبه لها انتهى، انما فرصه مباراه الاهلي مباراه كبيره اللعيبه تسوق نفسها، فبيبقى في دوافع بيعرفوا يخلقوا لنفسهم دوافع ان هم يقدموا مباراه قويه. النادي الاهلي لازم يستمر في حصد النقاط اذا كان يريد الفوز بهذه البطوله، فضغط الماتشات امر طبيعي خلاص، يعني احنا امر مسلم بيه زي ما بنقول. الاهلي عنده هيفضل في السيركل دي لحد الموسم ما يخلص، ضغط ماتشات بنلعب كل 48 ساعه وكل 72 ساعه، تخلص الماتش استشفى تمرين ماتش استشفى تمرين ماتش وهكذا، هنفضل كده لحد اخر الموسم. اللعيبه اظن ان هي في السنتين ثلاثه اللي فاتوا اتعودوا على هذا النوع من الضغوط وتوالي المباريات، وان هم يكونوا عقليتهم وذهنهم اجهز في الفتره دي من الموسم وهي فتره صعبه وحرجه. عندنا غيابات كتير مش قليله، لكن ان شاء الله نقدر بكره ان احنا نفوز ونحقق 3 نقاط مهمه. عندنا ماتشين قبل ماتش بيراميدز اللي هو هيكون اهم مباراه في المرحله دي في صراع القمه يعني، فنتمنى ان شاء الله ان احنا بكره اللعيبه تقدر تحقق نتيجه كويسه. مش طالبين اداء كبير زي ما حصل الماتش اللي فات، شفنا شوط حلو وبعدين اداء اقتصادي تجاري جدا في الشوط الثاني، ده هو المطلوب في المرحله دي. تقدر تخلص بدري، كل ما تقدر تخلص المباراه بدري وتخلصها اول ثلث ساعه اول نص ساعه وترتاح بعد كده، ده هيكون شيء عظيم جدا يعني. ايمن لا بالظبط كده، مش يعني
ما عنديش اضافات كتير قوي يعني. اه ممكن نستعرض حتى يعني نفكر الناس هي وبرضو من سخريه القدر او يعني زي ما بنقول كده ندخل احنا لسه تقريبا ملعبينهم قريب فالامور برضو ما يعني ما فيش مفاجاه ما فيش تطور كبير حصل لكن نقدر نقول ان بعد مباراه الاهلي تقريبا الداخليه يعني ما خسرش هو كسب زد 1-0 وتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 جايبين احصائياتهم في المباراتين دول يعني هنلاقي برضو ان هي نفس فكره الداخليه الاستحواذ عندهم مش اعلى حاجه يعني لو هنبتدي بمباراه زد مثلا اللي هي كانت الاولى كسبوا 1-0 هتلاقي نسبه المحاولات بتاعتهم مش كبيره على المرمى رغم ان هم كسبوا لكن هي الفكره ان هم بيحاولوا دايما ان رغم ان محاولاتهم او كرتهم مش ما بيستحوذوش ال 90 دي 70% او 60% ما بيعملوش مش عارف محاولات كتير لكن بيحاول من اي فرصه يجيب جون ضربه جزاء نجيب منها هدف زي مباراه مثلا الاهلي 2-1 هم قدروا يتعادلوا من ضربه جزاء يعني هنا مثلا دي امام زد وسط كابتن اسلام الاستحواذ 41% المحاولات على المرمى 3 من 12 3 محاولات صحيحه من 12 من داخل المنطقه عملوا 5 محاولات من خارجها عملوا 7 لمس الكره داخل منطقه الجزاء حتى تلاقي العدد قليل جدا 9 لمسات دقه التمرير بتاعتهم عاملين 215 تمريره صحيحه في امام زد الكرات الطوليه بيحاولوا يلعبوها كتير برضه هتلاقي نسبه التمريرات الطوليه عندهم 28 من 83 مش كبيره قوي الكرات العرضيه 2 كرات عرضيه صحيحه من 8 الدفاع عندهم حتى الانترسبشن 6 اعتراض الكره بشكل ناجح البول ريكفر او الكره الثانيه 55 التشتيت 26 تصديات الناجحه للحارس 4 تصديات ناجحه فده معناه برضو ان هو قدر ان هو يحافظ على الكلين شيت او قدر ان هو يحافظ على فكره ان هم يخرجوا منتصرين فارقامه مش افضل يعني مش كبيره قوي ده للاتحاد السكندري وده للاتحاد السكندري اعتقد المباراه دي خلصت 1-1 نسبة الاستحواذ قلت، نسبة المحاولات الصحيحة على المرمى قلت 1 من 6 هتلاقي برضو بعد كده التمريرات بتاعتهم برضو مش فرقة تنقلش كتير ما مش عايز تستحوذ حتى ما بيحاولوش لو هم متأخرين أو حاجة فهي فرقة زي ما صبري كده قال هي في الفجأة على الورق هي مش في المواجهة مش متكافئة طبيعي جدا هتنزل تقول إن النادي الأهلي المباراة لازم تكون مباراة مضمونة ولكن هي فكرة الكورة النهاردة هو عنده دوافع انه عايز يبقى زي ما حضرتك قلت كده يبقى في الدوري عايز يكسب النادي الاهلي فهو مش خسران حاجه المباراه حتى الاولى اللي هي 2-1 المباراه دي ممكن تقعده بالظبط كده بالظبط لانه بعدها كمان من دفعه معنويه ما بعدها اهم من الثلاث واعتقد عنده عدد مباريات مع فرق ممكن تكون جنبه يعني من فرق برضه ممكن يبقى فيهم 3 ماتشات مع فرق قريبه ليه صحيح فلو وقعهم او هم وقعوا يستفيد فلا النهارده هي يعني دي الداخليه في قبل مباراه الاهلي ده كان شكلهم التشكيل بتاعهم برده ما بيختلفش كتير بيلعبوا 5 ورا كابتن اسلام الاسامي هي معروفه التغييرات محدوده جدا في تشكيل الداخليه فهي مواجهه اتمنى ان النادي الاهلي يتعامل معاها زي ما اتعامل مع مباراه الجيش صحيح مش زي ما اتعامل مع مباراه الداخليه الاولى لان برده الانتصار جه متاخر فهي دي الفكره بس كيف يتعامل او كيف يكون التعامل الجيد في مباراة الداخلية هقول لحضراتكم من خلال ما نعرف ايه هي الارقام اللي موجودة في مباراة طلائع الجيش وقد ايه هي مباراة مثالية في كل حاجة هنعرف كل ده بعد الفاصل مع صبري اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى كيف كانت مباراة طلائع الجيش مثالية من وجهة نظرك من خلال ارقام الداخلية مباراة الداخلية احنا في طلائع الجيش انهينا المباراة بدري 3 اهداف وقت مبكر ثم استحواذ على الكره معظم المباراه الكره هي اللي بتجري مش اللعيبه فاحنا في 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 المباراه دي قدمنا اداء مثالي جدا عملنا روتيشن كويس جدا قدرنا لما حققنا نتيجه كويسه بدري وانهينا المباراه بدري قدرت تنزل لعيبه ما كانتش بتاخد فرص وما بتاخدش عدد دقائق كفايه تديها دقائق كفايه عشان هتساعدك بعد كده في الماتشات الجايه شفنا خالد عبد الفتاح لتاني ماتش على التوالي بيقدم اداء كويس طاهر الماتش اللي قبله كان بيتعرض لانتقادات كبيره نزل أدى أداء كويس جدا سجل وصنع وحتى مع ضربة الجزاء المهدرة لكن الحقيقة قدم مباراة كبيرة السولية لأول مرة من وقت طويل ياخد عدد دقائق كبير في المباراة بيقدم أداء حلو جدا مش ملتزم دفاعيا قوي واضح ان هي كانت تعليمات ان هو يلعب اقرب لرقم 10 فكان شكله حلو جدا في الملعب جربت اكتر من حاجه
فكان المباراه مثاليه في كل شيء، مثاليه في النتيجه، مثاليه في توقيت الاهداف، مثاليه في الروتيشن ان انت اديت لعيبه كتير عدد دقائق كويس، فكل حاجه في الماتش ده كانت نموذجيه الحقيقه. نتمنى ان احنا قدام الداخليه كمان يكون الاداء والاستفاده بنفس الشكل ده، نقدر ننهي المباراه بدري فنقدر نحقق مكتسبات منها على مدار باقي الوقت المتبقي من المباراه، وما تكونش مباراه صعبه زي مباراه الداخليه اللي فاتت ويكون الفوز بيجي في وقت متاخر. احنا بقى معانا كمان الارقام بتاعت النادي الاهلي خلال الدوري لحد دلوقتي، لان فيها ارقام مهمه الحقيقه احنا محتاجين نتكلم عنها. فاحنا جايبين احصائيه تخص ال 20 مباراه اللي اتلعبوا. طبعا الاهلي لعب نظريا 21 مباراه، لكن فعليا 20، وفي مباراه اللي هي كانت مباراه نادي الزمالك اللي انتهت بالانسحاب واتحسبت نتيجتها 2-0. خلينا عليك وحطيت لك الجونين، شكرا. طبعا انا كنت محضرها فعلا على ال 20 مباراه الفعليين اللي اتلعبوا يعني، بس ايه جلبرتو حط التاتش بتاعه يعني. ما هو لقينا الاكسبكتد جولز مش هتاثر، ما كانش في ماتش الزمالك اكسبكتد جولز، فبقيت الارقام ماشيه، بس نحط برده ال 21. احنا لعبنا 21 مباراه منهم 20 فعليه، كسبنا 16 منهم 15 فوز فعلي، وحققنا التعادل 3 مرات وتعرضنا لهزيمتين، سجلنا 48 هدف من 58 فرصه متوقعه. الرقم ده احسن بكتير من الرقم بتاع السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان عندنا مشكله كبيره في انهاء الفرص، والله كان عندنا كنت المره الجايه مثلا ممكن تجيب الفارق في نفس عدد المباريات مثلا، عشان برضو يعني الناس تبقى او جمهور النادي الاهلي يبقى شايف عدد الاهداف المتوقعه السنه اللي فاتت كان في جاب كبيره جدا بينه وبين اللي سجل فعليا. ففي هنا تطور كبير عن الموسم اللي فات. وعلى فكره اعتقد ده تاكيد لكلام حضرتك قلته امبارح يا كابتن اسلام، ان في ناس بتتكلم ان ما فيش هداف مثلا الدوري من النادي الاهلي، وبيتكلموا عن مشكله الاهلي الهجوميه، في حين ان النادي الاهلي هو مع نادي بيراميدز هم اقوى هجوم في الدوري يعني. اهداف من ركلات جزاء اتحسب لنا 6 ركلات، سجلنا منهم 5 واهدرنا 1. المحاولات الصحيحه على المرمى كانت او المحاولات على المرمى كانت 296 محاوله، منهم 103 صحيحه بنسبه 35%، تقريبا شبه السنه اللي فاتت. الاستحواذ استقبلنا 19 هدف، كنا المفروض نستقبل 31، انا بشوف الرقم ده كبير في 20 مباراه، نستقبل تقريبا هدف كل مباراه ويبقى ممكن يدخل فيك اكتر من هدف. انا بشوف ان دفاع الاهلي في حاجه الى تركيز شويه اكتر، وخصوصا ان الاداء كان بيختلف في افريقيا. يعني في افريقيا عملنا اداء دفاعي عظيم جدا، خرجنا بشباك نظيفه وكان حاله مدهشه يعني، انما ما كناش بنشوف ده في الدوري. فاذا كان ده كان مقبول وقت بطوله افريقيا ما هي شغاله، انما الحقيقه انه دلوقتي ما بقاش منطقي ولا مقبول ان انت كل مباراه تستقبل هدف فيها. اتحسب علينا برضو 6 ركلات جزاء، سجل فينا 5 وتصدى محمد الشناوي في المباراه اللي فاتت لركله جزاء يعني. الملخص ان في تطور، مش ما فيش، في تطور بيحصل على السنه اللي فاتت. حتى محاولاتنا على المرمى احنا حافظنا على نفس المعدل تقريبا، ان احنا بنخلق حوالي 14 او 15 فرصه في كل مباراة. فالأهلي ماشي بنسق كويس. في ناس كتير أنا بشوف إنها بتتكلم الأداء السنة دي تراجع عن السنة اللي فاتت، والسنة اللي فاتت كان الفرقة شكلها أفضل وأقوى وفوزنا بكل حاجة. شايف إن إحنا ماشيين في نفس التراك، دعمنا بشكل كويس، بقى عندنا مهاجم مثلا قوي، وإحنا كنا بنشتكي في المواسم اللي فاتت إن إحنا ما عندناش مهاجم قادر يشيل النادي الأهلي، بقى عندنا مهاجم كويس جدا. ده ظهر في أرقامه هو الشخصية وأسامة أبو علي، وظهر في نسبة الأهداف زي ما عرضنا نسبة الأهداف اللي سجلناها قياسا بالأهداف المتوقعة، نسبة عالية جدا. السنة اللي فاتت كنا مسجلين حوالي أقل من 40% من الأهداف المتوقعة اللي كان المفروض نسجلها. السنة دي احنا مسجلين الفرق ما بين الرقم ده والرقم ده 10 كرات، ففي تطور ممتاز جدا. أتمنى إن احنا مزيد من التطور لحد نهاية الموسم، ونختم بإننا نفوز إن شاء الله بالدوري، البطولة المحببة إلى النفس وإلى القلب يعني. السنة الجاية مع التطور الجديد اللي احنا بننشده في الفريق يكون الأداء كمان أفضل، مع تدعيمات جديدة، مع إن لعيبة بترجع تستعيد مستواها. في لعيبة في الفترة اللي فاتت شوية ريحت، لكن بدءا من المباراة اللي فاتت الحقيقة كان في أكتر من لاعب، واللي قبلها بدأوا يستعيدوا تاني شوية نفسهم في الملعب زي ما بنقول. فنتمنى ان اللعيبه كلها تستعيد الثقه، تستعيد الاداء القوي اللي هم قدموه في بدايه الموسم والموسم اللي فات، ومع ان شاء الله تدعيمات اكيد هتكون مميزه، نشوف كمان موسم جديد اقوى ونسخه ثالثه اقوى من النادي الاهلي مع مارسيل كولر. طيب
مباراة الداخلية كيف تراها؟ يعني هل سيكون هناك تغيرا كبيرا في هذه المباراة؟ هل من الممكن أن نرى النادي الأهلي بنفس شكله الطبيعي؟ يعني طبعا في حاجات إجبارية بالنسبة للنادي الأهلي زي أكرم توفيق أو طار محمد طار، أعتقد الإيقاف هيبقى للتراكم البطاقات يعني. برضو طبعا النادي الأهلي في الفترة الأخيرة في تقليد إن ما فيش إعلان للقائمة، الجاهزين كلهم بيبقوا موجودين يعني، بس من خلال ما يتم تداوله إن مثلا كريستو موجود، فدي حاجة كويسة يعني كاستعادة إنه يبقى موجود. ورقة رابحة ممكن يبقى عايز برضو زي ما صبري يقول كده يستغل والله ان الفتره دي في ناس بتحاول مستواه يرجع تاني، فهو يستغل حاجه زي كده. كمان تعافي عمر كمال عبد الواحد انه ممكن يبقى موجود برده في القائمه، ده برده اضافه كويسه. فلا يعني وارد طبعا شكل الاهلي ممكن يتغير، لان اكرم في الفتره الاخيره من الاعمده الرئيسيه وبالظبط كده واخد مكانه في مركز سته، ولكن طبعا ديانج شفناه ابتدى برده يرجع، كولر واحده واحده بيديله دقائق اكتر في المباريات اللي بتسمح، لانه برضو كان غايب بسبب اصابه طويله وعمليه يعني. لكن اعتقد على المستوى الدفاعي ممكن يبقى تغيير واحد مثلا عشان خاطر الراحه على مستوى برضو خط الوسط، طالما اكرم مش موجوده هيبقى انا اعتقد ان اكرم لو ما كانش خد الاظهارات كان هيريحه في ماتش صغير. هيبقى في ديانج صح بالظبط كده، حسين الشحات موجود، هو عبد القادر بيبقى فيه زي روتيشن كده برضو، كولر بيعمله بشكل معين، رضا سليم لو جاهز برضو ممكن ياخد عشان ان طاهر مش موجود. فالنهارده النادي الاهلي الحمد لله عنده حلول، عنده وفره، المدرب بيقدر ان هو يعمل الروتيشن على قد ما يقدر بشكل جيد، ولكن هي تبقى ان اللعيبه نفسها هو القرار، زي ما كنا بنقول دايما مع حضرتك كابتن اسلام، انت القرار. لو قدرت زي ماتش طلائع الجيش كده بتاخد القرار سريع، تخلص اول فرصه في تاني فرصه، انت بتقتل الماتش معنويا للفرقه اللي قدامك وتخليها تفتح. فرقه زي الداخليه النهارده لو قدرت تسجل فيها هدف في التاني بشكل مبكر، طبيعي جدا هي معنوياتهم هتقل، لان هو فريق برده بيصارع زي ما بنقول كده عشان البقاء. لكن لما يلاقي نفسه متاخر قدام النادي الاهلي بهدفين الامر بيبقى صعب، عكس المباراه مثلا لو ممكن نستعرض احصائياتها اللي هي اخر مباراه اللي هي كانت قريبه، هم حتى رغم ان هم كانوا بعيد لكن قدر ان هو ياخد ركله جزاء سجل منها هدف، وفضل يحاول يعني. دي احصائيات مباراه الاهلي والداخليه، بص هتلاقي الفرق يعني، هم عملوا محاوله واحده صحيحه على المرمى من خمسه، النادي الاهلي وقتها عمل ثلاثه فقط. الاهداف المتوقعه يعني النادي الاهلي كان الفرص بتاعته بالاهداف المتوقعه تقريبا قرب الثلاثه، سجلنا هدفين، هم كان هي واحد جابوا يعني هي ركله الجزاء اللي سجلت. نسبه التمريرات كان الاهلي تقريبا عامل ضعف التمريرات يعني استحواذ كامل. العرضيات برضو الامر في فرق كبير، 9 عرضيات صحيحه النادي الاهلي هنا 4. صناعه الفرص كابتن اسلام النادي الاهلي صنع 14 فرصه محققه في المباراه الداخليه مقابل 3 للداخليه. فالنهارده هو ده الجاب اللي احنا بنتكلم عليه، ان الجاب كبير يسمح للاعيبه النادي الاهلي بخبراتهم ان هم يقتلوا المباراه مبكرا. صحيح، ولكن ارقام الداخليه هنا احسن من ارقامه قدام زد وقدام طبعا، لانه انت هنا بتلعب النادي الاهلي او كل حاجه، ولكن انت عندك هتلاقي مساحات اكتر، انت ما خلصتش الجيم بدري كمان، فديته فرصه ان هو يروح لغايه الدقيقه انا فاكر حاجه 86 او حاجه، فديته فرصه ان هو يروح ويعمل 9 عرضيات رغم ان هو في المباريات الاخرى ممكن تلاقي عرضيه او عرضيتين في كل مباراه. فهو انت ما تديلوش بقى الفرصه دي بكره، انت اصلا مش في حاجه ومحتاج ان انت توفر طاقتك وتوفر مجهودك، فما تحاول تخلص المباراه بدري عشان المباراه ما تطولش عليك، لان كل ما تطول هم هيدخلوا في الجيم وانت هتتعب. هو الاتفاق على انه هذا التوقيت يحتاج ان انت تخلص المباريات صحيح بعد، وتلعب اللعب التجاري اللي انت قلت عليه بالزبط. في الشوط الثاني عموما خلينا نكمل كلامنا، ولكن نطلع فاصل اخير وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. الاهلي بالرغم من الكلام اللي يعني يقول لك انه ايه يعني من ضمن الكلمات اللي بتقال او من الاقاويل اللي بتقال ان النادي الاهلي لما تيجي تبص على جدول الهدافين ما بتلاقيش هداف للنادي الاهلي موجود في الجدول، ولكن انت لسه كنت بتتكلم عن ان النادي الاهلي ونادي بيراميدز على ما اتذكر واعتقد سيراميكا بعدهم. لا ممكن اتفضل. يعني هي الاحصائيه اللي صبري عرضها احنا كنا هنتكلم يعني بنثبت فيها فكره، لا هو ممكن يكون النادي الاهلي ما عندوش فرد هداف للدوري او من ضمن الثلاث هدافين مثلا للدوري، ولكن هو عنده منظومه جماعيه
يعني انت النهارده وانت بتتكلم في الحته دي لازم لا تغفل فكره ان انت تتكلم عن ان الاهلي عنده منظومه جماعيه، ان مش شرط مين اللي بيحرز الهدف، ولكن في النهايه الفريق بيحقق الهدف المطلوب منه وهو الفوز بالمباراه. فالنهارده انت لما تبقى مسجل 46 هدف فعلي زي ما صبري قال كده، ومعانا اثنين اعتباري، لان الاهداف الاعتباريه دي في مره من المرات حسم الدوري، يعني عشان برضو لو بمناسبه التاريخ يعني في الاهداف الاعتباريه دي في وقت الاوقات حسم الدوري. فالنهارده انت بتتكلم في 48 هدف، لا ده رقم كبير، لازم تتكلم ان المنظومه الهجوميه للنادي الاهلي كويسه. ما عندهاش اللعيب الهداف، واحد هداف. بالعكس انا بشوف ان ده ميزه. يعني ايه المشكله لما يبقى عندي صبري بيجيب 5 اهداف وايمن بيجيب 5 اهداف واسلام بيجيب 5 اهداف؟ بالظبط، لان يعني هي المحصله في الاخر ان النادي الاهلي جاب 15. موجود فصبري وايمن موجودين. بالزبط. صبري مش موجود، ايمن واسلام يعني هو المهاجم الاول عندك في الفريق مثلا اللي هو اسامه ابو علي غاب لفترات للاصابه، ومع ذلك هو لعب في الدوري 9. حتى مودست هيغيب الفتره اللي جايه. لعب 9 مباريات، ايه انتاجه في ال9 مباريات؟ 9 من 9 يعني صناعه وتسجيل، سجل 5 وصنع 4، فمنتج اهو. راس الحربه الاساسي، راس الحربه البديل كهربا سجل حوالي 7 اهداف في الدوري، فهم برضو قريبين يعني. برضو هداف الدوري جاب كام جول لحد دلوقتي يعني؟ يعني احنا ما بنتكلمش في فروق كبيره جدا يعني، هتلاقي الفرق ما بينهم 4 اجوان مثلا ولا حاجه يعني. هداف الدوري دلوقتي احنا بنتكلم في 12 هدف برضو، خلي بالك يعني. انت عندك 5 ماتشات اقل، ولكن بالظبط فلسه يعني. وفي الاخر احنا ما بنقعد نبص لها، الاهلي بيسجل مين اقوى خط هجوم في الدوري رغم انه لاعب مباريات اقل من منافسيه؟ هو النادي الاهلي عنده تنوع في مصادر التهديف زي ما بنقول، ما بنعتمدش على مصدر واحد في التهديف. الاجنحه بتسجل، المدافعين بيسجلوا، فدي ميزه وتدي قوه كبيره وتقل للفريق. وطول عمر النادي الاهلي بيلعب بالشكل ده يعني. حتى لما نقعد حتى نبص نفتكر المهاجمين بتوع زمان، نفتكر مثلا كابتن حسام حسن، مش عارف، تيجي تبص تلاقي كابتن حسام حسن وهو بتاريخه العظيم مع النادي الاهلي ودخل نادي المية وهو في النادي الاهلي، خد كم مره هداف الدوري؟ هتلاقي مثلا 2 3 يعني في تاريخه كله مع النادي الاهلي. اذا مش كل سنه هداف النادي الاهلي بياخد الهداف او بياخد هداف هداف البطوله، لكن الفرق الكبيره هي دي السمه بتاعتها، انها ما بتعتمدش على فرد واحد. ما بتبقاش هو اللاعب اللي بتبني عليه المنظومه، ولو اللاعب ده مش موجود تحصل ازمه، لا بيبقى عندك اكتر من مصدر للتهديف واكتر من طريقه، عشان لو اي لاعب غاب السيستم نفسه ما يقعش، تقدر تحقق نتيجتك اللي انت بترجوها في كل مباراه. ففكره عدم وجود لاعب من النادي الاهلي في قائمه هدافين الدوري او بيصارع على لقب الهداف هي مش تهمه ومش موضوع الحقيقه خالص يعني. هو حتى هدافين الدوري حاليا يعني، هو مايلي مهاجم الاجنبي البيراميدز 12 هدف، مع حسام اشرف 12 هدف، مابالول 11 هدف، ياو انور 10 اهداف، حسام حسن 10 اهداف، يعني هم دول في التوب. بنتكلم في الكهرباء اللي ما بيلعبش عنده 7 اهداف، اللي هو بياخد عدد ضيق قليل جدا يعني. عنده وسام عنده 5 يعني، بنتكلم في الدوري. وسام عنده 5 ما انا بتكلم في الدوري يعني. وسام عنده 5 هو برضه لم يشارك عدد دقائق كبيره. فالنهارده لكن نيجي ننظر بقى الحته اللي حضرتك كنت لسه بنقولها دي دلوقتي، اللي هي هدافين يعني النادي الاهلي. النادي الاهلي لا بنتكلم على اقوى هجوم في الدوري، يعني النهارده النادي الاهلي من 21 مباراه مسجل 48 هدف بالهدفين تاني، بالهدفين بتوع نادي مباراه نادي الزمالك، ومستقبل 19 اللي قدامي برضه نادي بيراميدز من 27 مباراه مسجل 48 هدف. فهي يعني النادي الاهلي نادي بيراميدز 48 هدف، فرق 5 ماتشات بس، في فرق 5 ماتشات لصالح نادي بيراميدز. اوكي، فالنهارده انت محدش برضه بيذكر ده وهو بيتكلم يعني، لما انت تبقى متاخر عن فريق دايما اللي انا بقوله، ان انت ليه لما بتتكلم تقول اصل بيراميدز. على فكره ما هو لو ده بيحصل، ما هو احنا بنقول دايما ايه، بيراميدز اول الدوري العام، النادي الاهلي ثاني الدوري العام، ولكن هناك 5 مباريات مؤجله. الناس تقول لك ايه دلوقتي، والله انا بشوف ناس كده، بس طبعا انا عارفهم هم مين يعني، يقول لك ايه يا جماعه البيراميدز متصدر والنادي الاهلي الثاني. طب كمل بس، انا على فكره حقيقه وصح 100%، ولكن كمل الجمله يا اخي. بالظبط، كمل الجمله. ده الطبيعي يعني، الطبيعي ان انت ليه ايه تكمله الجمله؟ ان النادي الاهلي من له مباريات مؤجله، 5 مباريات اقل من نادي بيراميدز. بالظبط كده، فهي دي الرقم، زي ما الرقم دايما هو كده يعني، هو قدامك انت ممكن تاخد منه الحته السلبيه وتاخد منه الحته الايجابيه. هي الفكرة كلها انت بتعرض الرقم ازاي. ففي ارقام كده كده ايجابية، ما تقدرش حتى مهما انا اسف اتشقلبت مش تعرف تخلي الرقم ده هو ايجابي سلبي،
وفي ارقام ثانيه سلبيه مهما تشقلبت مش هتعرف تخليها ايجابيه. فالنهارده لا، النهارده اه انت ممكن تقول ان النادي الاهلي يفتقد للاعب المهاجم مثلا اللي هو هداف الفريق او هداف الدوري، تمام، بس ما ينفعش تقول ان دي ازمه في النادي الاهلي. ليه؟ لان هي فعلا مش خالقه ازمه في النادي الاهلي، لان المنظومه الهجوميه للنادي الاهلي من 21 مباراه قدرت ان هي تسجل 48، او من 20 مباراه فعليه سجلوا 46 هدف. النهارده دي قوه تقدر تتكلم حقيقي. تقول ان المنظومه الهجوميه للنادي الاهلي قويه، ولكن النادي الاهلي ما عندوش لعيب نقدر نقول عليه اللي هو هداف الدوري، فخلاص. ليه؟ لان الاهداف موزعه على الفريق كله. احنا اعتقد في موسم من المواسم علي معلول هو كان هداف النادي الاهلي، هو راجل باك ليفت، راجل مسجل. هو السؤال اصلا كم راس حربه نمره 9 في العالم دلوقتي هو هداف فريقه؟ يعني كم واحد؟ هالاند. الطريقه اتغيرت يعني، الطريقه لا، وهتلاقي اللي تحت هالاند في الدوري الانجليزي اللي بينافسه ممكن هو الافضل. اه لا يعني اقصد ان في الدوري الانجليزي مش كل الهدافين الدوري رقم 9، هتلاقي مثلا صلاح موجود وعطار، هتلاقي سون تم توظيفه كمهاجم دلوقتي بعد رحيل مثلا هاري كين. يعني هتلاقي ان الدنيا، ان في الاخر الاهم ان المنظومه كلها هي تبقى هجوميا قويه. عندك هداف دوري ده حاجه كويسه على فكره، نتمناها يعني، اكيد نتمنى ان لاعب من النادي الاهلي يقدر ان هو يبقى هداف الدوري، ولكن الاساس في النادي الاهلي ان الفرقه كلها تبقى هي البطل. صحيح. مش اللاعب هو اللي يبقى بطل حقيقي. والله بص، في دلوقتي لو انا قاعد ببص كده في انباء عن اتجاه لتاجيل الدوري بسبب المنتخب الاولمبي وقيد الثلاثي امام عاشور ومحمد عبد المنعم واحمد سيد زيزو او احمد زيزو في قائمه المنتخب الاولمبي. ده مصدر للقاهره 24. انباء لا تعليق. لا تعليق. لا تعليق ايه يا عم؟ ده كده انا مش عارف بصراحه. لا تعليق، هنستنى نشوف اللي هيحصل يعني. هنعلق على انباء؟ لا هي كمان لا، ده المشكله هي انباء كابتن اسلام. ده الناس اللي ما اتكلمتش لحد دلوقتي عم طلب مثلا نادي المقاولون العرب في اعاده مباراته مع بيراميدز. لما اتحاد الكره رد النهارده وعين كابتن محمد حنفي في ماتش السيراميكا، محمد حنفي يعني السيراميكا والاسماعيلي، وده معناه ايه والله؟ وحسب ضربه جزاء والله حقيقي يعني. ده معناه ايه؟ حكم لم يجتاز الاختبار البدني مره واثنين وليس له حق في الثالث، ونادي طلب اعاده المباراه استنادا للموضوع ده، يقوم جاي اتحاد الكوره من غير ما يحقق ومن غير ما يعمل اي حاجه، يقوم نفس الحكم تاني، ومع انهم سربوا اخبار ان الموضوع ما كانش في ايد بيريرا وان مش عارف المعد المدني هو اللي عمل. هل الناس يعني معلش شفت جاي حاطط كابتن حنفي التاني، هل الناس بالسذاجه دي ان هو يعمل كده ويعين كابتن حنفي تاني ويعينه؟ انا متاكد هيعينه الاسبوع الجاي ثالث في مباراه ثالثه علشان يعني هيعيد الدوري كله مثلا. اكيد في وجهه نظري اكيد في حاجه مخرج للموضوع. ما هو مفيش انه ممكن جدا يكون الكلام ده. نعم يعني رد على نادي المقاولين يعني، خلي في شفافيه. هو ده، برافو عليك، هو ده المطلوب. ان انت يا جماعه مش امر منطقي خالص. انا مقدم لك شكوى، لما تيجي تكلم حد يقول لك حاجه او طالب حاجه بسبب تعيين حكم في مباراه، وانت من غير ما ترد عليا وانا شايف ان ليه حق كبير، تقوم حاطط نفس الحكم تاني في مباراه بعدها، اللي هو طب رد عليا الاول. طب ما هو ده الرد. لا ما هو لازم نعرف. هو ده الرد زي النهارده كابتن اسلام، مع احترامي، مباراه بيراميدز وسموحه تم استكمالها من الدقيقه 41، تمام يعني من ضربه جزاء من الاوت. طيب مفيش مشكله ان الفيفا حضرتك ما كنتش موجود في ماتش القطن الكاميروني اللي هو اتعاد تاني يوم وقت ما النادي الاهلي، خلي بالك بس احنا عملنا، لا ما كنتش موجود انا، بس انا عملتها مع الاسماعيلي مره ومع الاهلي مره تيالي، بس دي اول مره تحصل في تاريخ الكوره ان مباراه واحده تلعب في ملعبين. الكرة؟ لا في ملعبين. لا يعني اقصد احنا لعبنا في نفس الملعب تاني يوم. انا افتكر ان اعتقد الاسماعيلي كان كابتن محسن صالح معانا اعتقد يعني، واعتقد كان في مباراه الزمالك برده في السودان كانت بتلعب بالليل زمان يعني، الواحد صغير، وبرده كان حصل فيها مشكله اضاءه والتاني يوم اتعادت. هو بعد كده الفيفا يعني اللوائح اتغيرت ان اعاده الماتشات دي بتبقى صعبه، لان يعني انت عشان تعيد ماتش تاني يوم يعني، النادي الاهلي لما بيلعب القطن في جروه وتلعب عدد دقائق كبير وتيجي تقول له انا هعيد لك الماتش تاني يوم، ده امر صعب عشان وقتها كان امطار اعتقد او حاجه كده. أيوة. فابتدت الحاجات دي تتعدل وان المباريات ممكن تستكمل، مفيش مشكله، لكن مصر كلها جابت اللائحه وحطتها على التلفزيون وقالت ان عندنا احنا هنا في مصر يا اما المباراه تحتسب للفريق اللي هو الزائر يا اما بتعاد ظرف قهري بتعاد كامله يعني. النهارده هي المصري كده بالظبط، فهي حالتين، يا اما هتدي بيراميدز ثلاث نقاط بتاعت المباراه تقول له يا بيراميدز انت كسبان 2-0 عشان ده مش ظرف قهري، وقتها انت هتثبت ان ده مش ظرف قهري. ده عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا انا عايز افهم يا كابتن، عاجبك هو ده النظام هو كده او تعيد طب ماشي
ما عنديش مشكله والله يا كابتن ماشي ما عنديش مشكله ان انت تستعرف على فكره بس قول لي طبعا بهزر لكن خلي بالك في ناس ممكن تاخدها مثلا في اتجاه ان دي العداله العداله لا تعلى هذه النقطه لازم يا كابتن اسلام في الحاله مش دي انا مش منهم ولكن انا بقول يعني لا يعني قصدي لازم في الحاله دي انت توصف لي تقول لي القرار ده تم اتخاذه بناء على واحد مش عارف الماده 10 لازم هو يشرح كده يا كابتن رجعوا لناحيه الفيفا مش الدوري السعودي الدوري السعودي الدوري الاماراتي اي دوريات بنتابعها كابتن اسلام واحنا قاعدين كده اي قرار بيطلع بتلاقي اللي حضرتك بتقوله ده القرار العقوبه دي اتخذت بناء على قرار واحد فقره الف اللي بتقول كذا اللي تفسيرها كذا اللي وبنخلص فانت ما هنا ليه في مصر انت ما اللوائح موجوده ليه انت ما بتطلعش تقول لي كذا على فكره اوعدك ان شاء الله هنكتب اللائحه ونعمل دي احنا بنلاقيها بالعافيه الحمد لله ان الرابطه حاطه اللائحه والله بتاعتها يعني دي حاجه تشكر ان موقع الرابطه موقع دي وصلنا لدرجه لا موقع رسمي لاتحاد الكره ما عليهوش اي لوائح الناس كانت بتبعت لنا الحاجات دي على الواتساب كلها ان شاء الله يعني شهرين اعتقد وسيكون هناك يعني من حق اي حد يترشح الفتره الجايه لاتحاد كره القدم لانه اتحاد كره القدم سينتهي مدته القانونيه اعتقد شهر 10 او 11 بالكثير يعني ده اللي انا فاكره او فاهمه يعني كل ما نرجوه ان احنا عايزين لوائح بص يا كابتن اسلام اللوائح بتريح ما هو بالظبط لما تيجي تقول لي زي ما احنا كده التاجيلات الفقره واضحه 3 ايام جوه 4 ايام بره تمام كده هي واضحه هي كده انت اللي حطيتها كده انت مش عايز يعني شايف ان هي عامله مشكله بتلغيها فاللوائح بتريح حط اللوائح حط النصوص محدش هيعترض وانت بتطلع القرار ما تاخروش اطلع قول لي ان القرار ده بناء على الفقره الفلانيه او كذا كذا مش هتبقى بالظبط كده لكن احنا نتمناها يا رب لكن احنا نعمل سيرش ونطلع البرنت سكرين والبلد كلها تطلع برنت سكرين بعد كده حاجه ثانيه خالص لا قرار ثالث طب بس قول لي حتى ليه حتى لو كان عادل على يعني فكره على مش قصدي يعني قول لي ليه لان احنا بنتعلم ما احنا بنتعلم يا كابتن اسلام عشان لكن ان انت تتعامل معايا زي ما حضرتك بتقول كده كابتن محمد الحنفي زملائنا يقولوا ان كمان في اقاله مش عارف مين واقاله مين زملائنا اللي هم بيغطوا اتحاد الكوره اقاله المعد الفلان والمعد علان ومش عارف ايه وان في ازمه بعد كده تيجي تعين الحكم في ماتش اسماعيلي طب يعني ما احنا برضو بني ادمين محتاجين نفهم بس عشان ليه عشان يعني نبقى معاكم يعني احنا مش عارف ارد اقول لك ايه بصراحه لانه في مثل هذه التوقيتات انا ما يهمنيش غير ان النادي الاهلي يكسب ماتش بكره ان شاء الله كده يا رب وبعد كده نحل كل هذه الامور ويتبقى ما او ننتظر ماذا سيحدث عموما دي كانت انباء برضه عشان ما حدش يقول قناه الاهلي قالت دي كانت انباء عن ان هناك قد يكون هناك تاجيل خلال الفتره القادمه هل النادي الاهلي حتى هذه اللحظه ما فيش اي حاجه رسمي تقول ان مين طالع مين موجود مين هيسافر مع المنتخب الاولمبي مين مش هيسافر هل تم اختيار هل تم الرفض اعتقد ان كل هذه الملابسات سيتم الاعلان عنها خلال الفتره القادمه رسميا من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي انا بشكرك شكرا جزيلا يا ايمن شكرا كابتن اسلام بشكرك شكرا جزيلا يا صبري على وجودك معنا شكرا كابتن اشكركم شكرا جزيلا كانت هذه هي حلقه نهايه الاسبوع ان شاء الله التقي مع حضراتكم وبداية الأسبوع القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير